مش كده؟ المفروض الريكوردنج بدأ. المفروض ان شاء الله النهارده السيكشن ده هنتكلم بقى على اخر محاضرتين خدناهم، اللي هي الشيفترز والميموريز. بس قبل ما نبدأ فيهم، المفروض احنا حلينا من اول سؤال واحد لغايه 6، وبعد كده حلينا 10 11 12 13. 14 ده كان على مالتي بلايرز اخر نوع منهم، فده ملغي. وهنرجع ان شاء الله النهارده 7 8 9 دول على الشيفترز هنحلهم، بعد كده هنرجع للميموريز بقى نتكلم عليها اكتر. قبل بس ما نبدا في الشيفترز، احنا المفروض هناخد 3 انواع من الشيفترز. اول حاجه وان اسمه 1 بيت شيفتر، بعد كده بارل شيفتر، بعد كده لوجاريتمك شيفتر. تعالوا بس قبل ما نبدا في الشيفتر نشوف عمليه الشيفتنج بتحصل ازاي يعني. فتعالوا نفترض ان احنا عندنا الرقم ده كباينري يعني، وعايزين اول حاجه نعمل له شيفت ليفت ب1 بيت. فاول حاجه الوان المفروض هيروح كده، بس عشان هو ما بياخدش اكتر من عدد البيتس ده، فالوان ده هيطير. بعد كده الزيرو هيمشي شمال، بعد كده الوان هيمشي شمال، وهكذا لغايه ما نوصل اخر زيرو هيقوم ماشي هنا، وهيبقى المكان ده فاضي فهنحط بداله زيرو. دي عمليه الشيفت ليفت. لو هنعمل بالتو بيتس فساعتها الوان والزيرو دول هيبقوا هيطيروا، والوان ده ساعتها هيجي كده والزيرو ده هيجي كده، ولغايه ما نوصل لاخر زيرو هينزل هنا، وهيبقى مكانين فاضي فهنحط بدالهم زيرو وزيرو. ماشي. تعالوا نعمل حاجة اسمها روتيت ليفت. يعني ايه روتيت ليفت؟ يعني بمعنى صح الرقم ده هنعمل زي ما كنا بنعمل في الشيفتنج، بس اخر رقم اللي هو كان الام اس بي هيرجع يروح مكان ال اس بي وهكذا. فمفروض الشيفت ليفت هيبقى نفس الكلام زي الروتيت ليفت، بس اخر واحد المفروض هيبقى مش هنحط صفر بقى، هيبقى معتمد على البيت دي، صح؟ حيث ان دي ب1 فعشان كده هنا موجود 1. تعالوا نعمل روتيت ليفت باي 2 بيتس نفس الكلام، فهيبقى شبه الشيفت ليفت باتنين بيتس، بس اخر تو بيتس هيبقى ال1 وال0 اللي هم كانوا، او اللي هم ال2 ام اس بيز. نفس الكلام بقى شيفت رايت، بس بيحصل عكس، ان احنا بنمسك الرقم نشفته ناحيه اليمين ب1 بيت، فالزيرو ده هيطير. بعد كده التو زيروز هيبقوا موجودين هنا. بعد كده معلش هيبقى في 0 1، فدي 0 ودي 1، وهكذا لغايه ما نوصل لل1. فال1 هيقوم متشفت 1 بيت فهيبقى هنا، وفي الاخر هنقوم مزودين 0. نفس الكلام للشيفت رايت باي 2 بيتس، فهنلاقي نفسنا ان احنا اول حاجه بنكتبها اللي هو الزيرو ده، ماشي؟ وفي غالبا هنا في هنا غلطه، المفروض كنت اكتب هنا زيرو في الاول، ثانيه واحده. المفروض كنت اكتب زيرو، او معلش انا حاسب هنا حاجه، انا ال1 ده مش معتبره موجود. ماشي، انا ال1 ده مش معتبره موجود، ممكن اعدلها في الفايل وارفعه يعني. فالوان ده ما كان مش موجود، فعلشان كده شيفت رايت هيبدا اول حاجه بالوان، يعني شفتنا تو عملنا روتيت رايت باي 2 بيتس، فالوان ده هينزل. بعد كده الصفر نمشي لغايه في الاخر، لغايه ما نوصل للوان ده هيتشفت باتنين فهينزل لهنا، وفي الاخر دول هينزلوا 2 بيتس. معلش انا بعتذر لكم، بس دي غلطه، المفروض الوان ده مش موجود وهي مظبوطه في كل حاجه، انا ما كنتش واخده في الاعتبار يعني، ما خدتش بالي وانا بكتبها. المهم بعد كده لما نيجي نعمل روتيت رايت هيبقى نفس الكلام، هيبقى زي شيفت رايت باي 1 بيت، بس اخر بيت هتبقى هي اول بيت مكتوبه يعني. ماشي، بس هو ما فيهوش مشاكل يعني. وحتى الروتيت رايت هي دي برضو المفروض يعني، الحته دي فيها حاجه مش مظبوطه، بس عشان انا ما خدتش بالي من الوان فانا هعدلها وارفعها لكم تاني ان شاء الله. المهم يعني لو احنا عندنا ان بيتس مكتوب من اي 0 ده ال اس بي لغايه اي ان ماينس 1 ده الام اس بي، فلو احنا عايزين نشفته ليفت هتقوم الـ A0 هتروح لـ A1، و A1 هتروح لـ A2، و A2 هتروح لـ A3 وهكذا. فكأننا بنضرب في 2. ليه؟ لأن احنا لو مثلا عندنا رقم 010 فده بكأنه 2 كباينري، فلو شفتناه ليفت فهيبقى 001، فالوان دي ساعتها اللي هي 001 دي 4، فكأننا ضربنا 2 في 2. نفس الكلام لو عملنا شيفت رايت بس كأننا بنقسم على 2. تمام؟ حد عنده سؤال لغاية دلوقتي؟ انا عندي سؤال بس في الروتيت يعني مثلا بروتيت ليفت يعني بحرك البيتس كلها شمال، بس الفرق ان الاول بيت اللي سيجنيفيكانت يعني احطها بالفاليو اللي كانت في الاول. بالظبط. ده لو انت شفت بواحد يعني، مثلا شفت بواحد يعني مثلا تعال نبص على الروتيت ليفت دي، فالزيرو الزيرو ده حصل له روتيتنج ليفت فبقى هنا، او حصل له شيفتنج ليفت ساعتها، وال1 نزل زي هنا، والزيرو اهو، وال2 1 اهم، بعد كده 0 1 0 0. بعد كده اللي هيتحط مكان ال اس بي هو اللي كان موجود في الام اس بي اللي هو ب1.
ايوه تمام. تمام. يعني بس زي ما قلت لكم الحته دي مش مظبوطه، انا ما في حاجات خدت بالي ان الوان ده موجود وفي حاجات ما خدتش بالي، فعلشان كده تلاقي الدنيا مش مظبوطه قوي يعني. يعني هو الروتيت كأنه بيلف على انه دايرة يعني. اه بالظبط بالظبط، تمام. الام اس بي بتروح مكان ال اس بي. بس خدوا بالكم لو احنا مثلا بنعمل روتيت مثلا ب 2 بيتس، فاللي هيحصل ان المفروض اخر حاجه الزيرو وال1 دول اهم اللي هم يبقوا هنا، الزيرو وال1 لا معلش الروتيت ليفت، يعني زي ما قلت لكم بس انا متلخبط علشان ال1 ده موجود، فالمفروض روتيت ليفت انا ما كنتش عامل حسابي ان ال1 ده موجود، فلو افترضنا ال1 بتاع ال اس بي ده مش موجود، فالمفروض اخر رقمين هيبقى 0 0 اللي هم دول. بعد كده هنرجع نبص ايه اللي كانوا ام اس بي، فكان عندنا 1 و0، فال1 وال0 هم تمام. حد عنده سؤال ايوه لغايه دلوقتي؟ تمام يا باشمهندس. تمام ماشي، انا بس انا بعتذر لكم على الحته دي هصلحها لكم ان شاء الله. ماشي، اول نوع بروجرامبل 1 بيت شيفتر، ده ايه اللي بيحصل؟ زي ما اتفقنا لو احنا عايزين نشفت ليفت، فاحنا ال A0 هتروح ل A1، يعني بمعنى اصح ال AI هتروح ل AI بلس 1، ولو احنا بنشفت رايت فكأن ال AI هتروح ل AI ماينس 1، نفس اللي انا كاتبه هنا. لو احنا مش هنعمل شيفتنج فال AI هتطلع في ال BI، وال AI ماينس 1 هتطلع في ال BI ماينس 1. لو احنا هنعمل شيفت ليفت فال AI ماينس 1 هتبقى هي ال BI، وال A ده الانبوت وال B ده الاوتبوت يعني. ولو احنا هنعمل برضو شيفت ليفت ال AI فتروح ال AI ل BI بلس 1، او هتتمسح على حسب بقى احنا عدد البيتس اللي موجودة كام يعني. انما لو عملنا شيفت رايت فال AI هتروح ل BI ماينس 1، وال AI ماينس 1 هتروح ل BI ماينس 2، او هتتمسح على حسب عدد البيتس يعني اللي احنا برضو مستخدمينها. فبالنسبه للوان بروجرامبل 1 بيت شيفتر ده ده بيقدر يعمل ايه؟ ده بيقدر يعمل نو شيفت، فهيمسك الاي اي، ولو افترضنا النو شيفت هو ب1 والليفت والرايت الاثنين بزيرو، فالاي اي هتبقى نو شيفت، فهتعدي من الترانزستور ده وتطلع للبي اي على طول. نفس الكلام هنا، هنلاقي ان الاي اي ماينس 1 هتعدي في النو شيفت وتطلع للبي اي ماينس 1، فكده عملنا نو شيفت. اتفقنا لو عايزين نعمل شيفت الليفت فالمفروض الاي اي ماينس 1 ساعتها هتروح للبي اي، فعلشان كده بنقوم الترانزستور ده بيكون هو اللي اون، فبيمشي الاي اي ماينس 1 للبي اي. المفروض هيبقى فيه نفس الكلام ترانزستور هنا تحت بيمشي الاي اي ماينس 2 للبي اي ماينس 1، تمام. ده لو احنا عندنا كذا بيت يعني، تمام. ده فده هيبقى بالنسبه للليفت. بالنسبه للرايت فاحنا بناخد بناخد ساعتها الاي اي بلس 1 نوديها للبي اي، او بناخد الاي اي نوديها للبي اي ماينس 1، تمام. فهو يبقى تو ترانزستورز بالشكل ده، يعني بياخدوا من حاجه اكبر بيصغروها فبيبعتوا من اي اي لبي اي ماينس 1. لو عايزين نعمل 2 بيت شيفترز او كده ساعتها بنضطر بعد ده نحط نفس السل كده، علشان لو عايزين نعمل 2 بيتس يعني احنا هنشفت ب 2 بيت، تمام. حد عنده سؤال لغايه هنا؟ نفس السل يعني الانبوتس بتاعها هم البي اي والبي اي ماينس 1 بالظبط. اه يعني بس يعني حته الشيفتنج المفروض انت عارف الشيفتنج المفروض يبقى من اول، هياخد من اول زيرو يعني كأن نو شيفت لغايه ان ماينس 1، يعني عدد البيتس ماينس 1. يعني لو احنا عندنا 3 بيتس فممكن نعمل شيفت باي 0 وشيفت باي 1 وشيفت باي 2، مش هينفع اكتر من كده، لان يعني لو عملت شيفت باي 3 كده احنا طيرنا الرقم اصلا ما بقاش موجود، ما بقاش شيفت ايوه ده. يعني بي اي وبي اي ماينس 1 دول كده يعملوا شيفت باي 0 او شيفت باي 1 بس. بالظبط. لا هيعمل بالظبط هيعملوا شيفت باي 0 او شيفت باي 1. تمام. عايزين بقى نعمل شيفت باي 2 هنحط بعديهم نفس الستيج دي، وهنطلع مثلا اوتبوت هنسميهم سي اي وسي اي ماينس 1. بس القصد ان احنا ممكن نلاقي اي اي ماينس 2 واي اي ماينس 3 واي اي بلس 1 واي اي بلس 2، يعني فاهمين ليه؟ لا مش فاهم يعني هلاقيهم فين؟ يعني عدد البيتس يعني الانبوت ممكن مثلا يبقى 10 بيت، تمام. فلان ان احنا بنكرر الشكل ده تحته علشان نطلع بي اي وبي اي ماينس 1 وبي اي ماينس 2 وبي اي ماينس 3 لغايه ما نطلع ال 10 بيتس يعني. تمام. بس لو يعني حبينا بس لو حبينا نشفت باي 2 بيتس لازم نعيد الاستيج دي نعيدها ايا سيريال بقى اللي هو بالظبط بعدها. بالظبط يعني بالظبط. لكن لو هم 10 بيتس فاحنا هنرسم الشكل ده اللي هم الثلاثه ترانزستورز دول هنرسمه كام مره؟ هنرسمه 10 مرات يعني. ماشي. لو 10 بت وهشيفت باي 1 يعني. بالظبط لو هنشفت باي 1. تمام.
ماشي، تعالوا بقى كده نحسب عدد الترانزستور لو احنا عندنا 8 بيتس، ايه رأيكم؟ هيبقى عدد الترانزستورز كام؟ هي مكتوبة بس عايزين نفكر فيها مع بعض. هي أول حاجة هيبقوا احنا عندنا شيفت رايت وشيفت ليفت ونو شيفت، فاحنا بنحط 3 ترانزستورز للسيل الواحدة أو للبيت الواحدة، فيبقى عندنا الثلاثة فعددهم اللي هم 8 بيتس، واحنا لو عايزين نعمل شيفت باي 1 فهنضرب في واحد في الآخر فيبقوا 24 ترانزستور. لو عايزين نعمل 2 بيتس شيفتنج فساعتها هنضرب في 2، هيبقى عندنا 3 في 8 يعني متكرره كده فوق بعض 8 مرات، بعد كده في 2 علشان احنا عندنا 2 ستيجز عشان نعمل 2 ستيجز عشان نعمل 2 بيتس شيفتنج يعني، فاهم؟ لو برضو عايزين نعمل 7 بيتس شيفت وده هيبقى ساعتها اكبر شيفت ممكن يحصل ومفيش اكبر منه، فساعتها هيبقى 3 في 8 في 7 فيبقى 168 ترانزستور. تمام، حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ ماشي، ده كان اول نوع وده غالبا ما يعني ما بيجيش عليه مسائل بالنص كده لو جه، لان هو بيبقى رسمته كبيره يعني زي ما انتم شايفين عدد الترانزستور بيبقى 168 لو احنا هنعمل 8 بيتس. تعالوا بقى نشوف نوع تاني اسمه بروجرامبل بارالل شيفتر، والكيس دي هنستخدم ان احنا عايزين نعمل شيفت رايت. فايه اللي هيحصل؟ اول حاجه عايزين نتكلم ان مفيش شيفت خالص، فمفيش شيفت زيرو، فالاي زيرو المفروض ساعتها هتطلع على البي 0 عن طريق الترانزستور ده، ال A1 هتطلع برضو عن طريق الترانزستور ده للبي 1، وال A2 هتطلع عن طريق الترانزستور ده للبي 2، وال A3 هتطلع عن طريق الترانزستور ده بي 3. فكده احنا كده ما عملناش شيفتنج خالص. تعالوا بقى نفترض ان احنا لو عايزين نعمل شيفت رايت ب 1 بت، فاتفقنا شيفت رايت ال AI بتروح في ال AI minus 1 ولا العكس؟ ايه رايكم؟ انا لو بشفت رايت يبقى الاي 0 دي عايزه مش هتكون موجوده بالظبط، فعلشان كده هتلاقوا يعني الاي 1 تروح للبي 2 مثلا بالظبط. فزي ما انتم شايفين الاي 1 اهي حصل لها شيفت باي 1 وراحت للبي 0، والاي 2 حصل لها برده شيفت باي 1 وراحت للبي 1، والاي 3 حصل لها شيفت باي 1 وراحت للبي 2. دلوقتي دول الثلاثه دول طلعوا اوتبوتس، البي 3 هتطلع ايه؟ اتفقنا هتطلع 0، علشان كده هتلاقوا هنا في زيرو جاي ومحطوط على ترانزستور الكنترول بتاعه شيفت 1 وهيطلع في الاخر بي 3 اللي هي هتبقى زيرو في الحاله دي. تمام، عايزين نعمل بقى شيفت باي 2 بيتس، فايه اللي هيحصل؟ هنودي الاي 2 المفروض نوديها لبي 0، فدي هو ادي الاي 2 هينزل لهنا كده هيروح لشيفت باي 2 ويروح لبي 0، الاي 3 نفس الكلام هتروح لبي 1 فهتنزل هنا وهتتشفت لغايه شيفت 2 وبعد كده تطلع لبي 1. مفروض البي 2 والبي 3 في الحالة دي هيبقوا كام؟ هيبقوا بصفار، فأدي أول صفر هيتعمل له شيفت باي 2 وهيطلع على البي 3، وبعد كده هنا برضو الصفر ده هيتشفت باي 2 يطلع على بي 2. تمام، آخر كيس بقى وده أكبر كيس ومفيش شيفت إلا آخرنا 3، يعني إن ساعتها الـ A3 هتبقى هي البي 0، فالـ A3 زي ما أنتم شايفين هتفضل ماشية كده لغاية ما تطلع على البي 0، والبي 1 وبي 2 وبي 3 هيبقى كلهم بصفار، فدي اول صفر هيطلع على البي 3 بزيرو، وبعد كده ده الصفر اللي بعديه هيطلع على بي 2 زيرو، وده الصفر اللي بعديه هيطلع على بي 1 زيرو. ماشي، حد مش فاهم الرسمه دي؟ حد عنده مشاكل في الرسمه دي؟ طب تمام، انتوا سامعيني ولا فصلتوا؟ تمام يا باشمهندس. تمام ماشي، عايزين برضو نحسب هنا، احنا هنا عملنا شيفت رايت صح؟ عايزين نسأل نفسنا كام سؤال، لو عايزين نعمل شيفت ليفت ممكن نعمل ايه؟ شيفت ليفت اتفقنا ان احنا بن ال A0 ساعتها هتروح ل A1 ل B1، وال A1 هتروح ل B2، وال A2 هتروح ل B3، وال A3 المفروض هتطير وساعتها هيبقى ال P0 مكانها 0، فاحنا عايزين نعمل شيفت ليفت بالرسمه دي ممكن نعمل ايه؟ اعكس ال A0 لل A3 يعني A0 A1 A2 A3 بدل A3 A2 يعني. ماشي، يعني هتبقى A0 A1 A2 A3. ماشي، تعالى نعمل كده نو شيفتنج، ساعتها هنلاقي ان ال B3 ال A3 طلعت على ال B0، هل ده صح؟ صح كده.
انت كده انت كده طلعت الـ A3 طلعتها على الـ B0 لو احنا عاملين نو شيفتنج. يعني ممكن نقلب الاوتبوتس برضه بالظبط ده اللي هيحصل فعلا. لو لقينا نفسنا قلبنا الاوتبوتس مع الانبوتس هنلاقي نفسنا ان ده قلب شيفت ليفت. تمام تعالوا كده ناخد مثال. مثلا احنا قلبنا الاوتبوتس والانبوتس فبقى عندنا A0 A1 A2 A3 B0 B1 B2 B3. تعالوا نعمل شيفت ليفت بواحد فساعتها هناخد ال A2 هتبقى هي ال B3 ماشي، وهناخد ال A1 وهناخد من هنا ال A1 هتطلع ال A1 ساعتها هتطلع في ال B2 لأن اتفقنا البيهات معكوسة هي كمان، وساعتها ال A0 هتطلع في ال B1 لأن اتفقنا البيهات هي كمان معكوسة. في الآخر هنلاقي إن الأوتبوت اللي ما طلعلوش لو إحنا عملنا شيفت ليفت هو ال B3 اللي هو ساعتها هيكون تحت. لا معلش هيبقى هو ال B0 اللي هو ساعتها هيكون فوق، فالمفروض هياخد الصفر ده ويطلعه كده. تمام حد مش فاهم؟ يعني انتوا لو جربتوها هتظبط، يعني لو عكسنا الانبوتس مع الاوتبوت ساعتها هيدينا شيفت ليفت. تمام حد عنده هو سؤال؟ اتفضل. البي زيرو بقى فوق ازاي بقى الصفر جاي له منين؟ احنا اتفقنا احنا هنعمل شيفت ليفت بواحد فالمفروض اني بي تبقى بصفر. اللي السيجنيفيكانت بي زيرو بالظبط، فهي لو البي زيرو هي اللي فوق فكأنك عملت ايوه. شيفت بواحد فكأنك دخلت الصفر ده عليها. انا قصدي من انهي ترانزستور يعني من يمشي لا ازاي؟ يعني الكنترولز هي يعني ال 16 ترانزستور دول هيفضلوا هم والكنترولز عليهم هم مش هيختلفوا خالص. اللي هيختلف هو بس ترتيب الايهات، هتبقى A0 A1 A2 A3 والبيهات هيبقى B0 B1 B2 B3. تمام تمام فتعالى كده نجرب شيفت 1. لو احنا عاملين شيفت 1 والباقي كلهم والباقي الشيفتز كلهم بالصفار، فاول حاجه شيفت 1 فالزيرو ده هيطلع على البي 0 وده مظبوط. شيفت 1 فساعتها هناخد ال A0 هتطلع على B1 ماشي. الشيفت 1 هياخد ال A2 هياخد ال A1 لان دي المفروض A1 بقى لو احنا عكسنا الانبوتس هتطلع على البي 2 لان هنا عكسنا الاوتبوتس. واخر حاجه ال A2 هتطلع على ال B3 لان احنا عكسنا الاوتبوتس والانبوتس يعني. تمام تمام ماشي. عايزين بقى نحسب الترانزستورز عدد الترانزستورز وكده ماشي. فلو احنا عندنا 8 بيتس نفس المثال اللي كنا قلناه فوق، فيبقى عندنا كام دول كده كام بيتس دول 4. فهنا عايزين مش الشكل ده نفس الكلام، عايزين كام بقى؟ حد يقدر يقول؟ هو احنا كده محتاجين 4 في كل بت بالظبط 4 ولا 8؟ لان احنا ممكن لو احنا شغالين 8 بيتس فاحنا نقدر نشفت ب7. لا معلش يا باشمهندس ثاني كده، احنا لو بنتكلم 8 بيتس ايه اللي هيتغير في الشكل ده؟ على كده نفكر مع بعض. المفروض يبقى عندنا شيفت 0 شيفت 1 شيفت 2 شيفت 3 4 5 6 7، فاحنا عندنا 8 ترانزستور هيعملوا شيفت. فالمفروض في البيت الواحده هلاقي ان او الخط الواحد الاوتبوت الواحد هيبقى محطوط عليه 8 ترانزستورز. تمام فيبقى 8 ترانزستورز في 8 بيتس فيبقى في الاخر 64، فيبقى عندنا 64 ترانزستور. تمام فاهمينها ولا لا؟ ايوه مش مستمع. هو كل ترانزستور من دول في عليه كنترول سيجنال اللي هي شيفت، فانا بالزبط. لما هيبقى عندي 8 بيتس فانا هيبقى عندي شيفت لحد 7 بالظبط، فهيبقى عندي شيفت 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 اللي هم 8 ترانزستور، ف8 في 8 بالظبط فهيبقى 64. بس في نفس الوقت هي لو قارناها بالشكل اللي قبليه، اللي قبليه كان بيعمل شيفت ليفت ورايت، انما ده هيعمل يا شيفت ليفت يا رايت، مش هيقدر يعمل الاثنين مع بعض يعني. فطبعا المفروض ده لو هنقارنهم بقى ببعض فهنضطر نقسم ده على 2 كمان، يعني اللي هي 168 دي هتقسم على 2 لو هفترض مثلا ان الشيفت ليفت طار منها او الشيفت رايت طار منها، فساعتها هتبقى 168 على 2. تمام اللي هي تطلع 84، بس ايا كان هيبقى اكبر من ده اللي هو 64 يعني. فمن ناحيه عدد الترانزستورز ده المفروض اقل، اللي هو النوع الثاني اللي هو بروجرامبل بارل شيفتر. تمام حد عنده سؤال؟
وزي ما قلت لكم، بس احنا لو عايزين نعمل شيفت ليفت لا، فيبقى لو عندنا نو شيفت هتبقى بالمنظر ده، الاي 0 هتبقى بي 0 والاي 1 هتبقى بي بي 1 وهكذا. لو عملنا باي 1 بيت فساعتها الاي 2 هتروح لبي 3 والاي 1 هتروح لبي 2 والاي 0 هتروح لبي 1 وبعد كده والبي 0 هيبقى ساعتها فيها صفر. فهو بس زي ما قلت لكم هنعمل شافلنج للانبوتس والاوتبوت مش اكتر، فالاي 0 هتبقى هي اللي فوق والبي 0 هتبقى هي اللي فوق. تمام. تعالوا كده نشوف لو احنا عايزين نطلع من الانبوت للاوتبوت هنضطر نعدي على كام ترانزستور. ده في انهي حاله؟ في الثانيه لا في الاولاني يعني، في اللي هو البروجرامبل وان بيت شيفتر. هنعدي على كام ترانزستور؟ المفروض واحد يعني، لو انا بعمل شيفت رايت او شيفت ليفت او نو شيفت هو واحد بس اللي المفروض بعدي عليه. بالظبط، احنا نعدي على واحد بعد كده البفر. طب وبالنسبه للشكل ده هعدي على النمبر اوف بيتس اللي عندي، يعني على قد النمبر اوف بيتس اللي عندي هعدي على النمبر اوف ترانزستورز، ولا هنعدي على برضه ترانزستور واحد؟ يعني تعالى نقول ان نو شيفت، فالمفروض الاي 0 هتعدي على ده وهتطلع على طول. اوكي صح تمام، احنا برضه هنعدي في 1 ترانزستور يعني. ماشي. تعالوا بقى نشوف النوع الثالث، اسمه بروجرامبل لوجاريثميك شيفتر. مش مهندس معلش، فوق في النوع الاولاني هو حضرتك قلت لو احنا هنشيل شيفت رايت مثلا، احنا المفروض كده مش بنقسم على 2 بقى، احنا كده بنشيل ترانزستور، فاحنا كده بدل ما بنضرب 3 في 8 في 1 مثلا هيبقى 2 في 8 في 1 صح؟ بالظبط، هيبقى 2 في 8 في 1. تمام. وبرضه هنا لو انا بعمل شيفت باكتر من بيت واحده كده، من الانبوت للاوتبوت مش هيعدي في ترانزستور واحد، هيعدي في 2 ترانزستور مثلا صح؟ بالظبط. دي احنا بنعمل مثلا هنا 2 بيتس، فكاننا عندنا 2 ستيجز من الشكل ده، عشان كده هنا اولا ضربنا في 2. تمام. بس انت كلامك صح، المفروض كان نضرب لو عايزين نحسب عدد الترانزستور يعني لو شيفت رايت، فهي فعلا مش هيتقسم على 2، هي المفروض يتقسم على يتضرب في تلتين يعني. بالظبط، هو يتقسم على 3 ويتضرب في 2، فدي ماشي انا قلت غلط، بس ايا كان يعني هو 168 دي لو ضربت في تلتين هتطلع اكبر من 64. تمام. يعني بس كلامك صح، يعني المفروض فعلا كانت تتضرب في تلتين مش تتقسم على 2، لان احنا عندنا 3 كنترولرز مش 2. شكرا. ماشي. حد عنده سؤال؟ بشمهندس هو في اخبار الشيفتر كل يعني كل بيت بتعدي على ترانزستور واحد صح؟ طب لو نو شيفت ما يبقى ما فيش ديلي كده يعني، لا نو شيفت برضه بنعدي على ترانزستور اهو، يعني النو شيفت فالاي 0 هتعدي على الترانزستور ده وتطلع على البي 0، والاي 1 هتعدي على الترانزستور ده وتطلع على بي 1 وهكذا يعني، فلا في دايما ترانزستور واحد. بس لو هنعمل شيفت ب2 بيتس فساعتها الشكل ده هيبقى زي ما قلت لكم هيتكرر مرتين، فكانك هتعدي على ترانزستور بافر ترانزستور بافر. انما الشكل اللي تحت لو هنعمل برضو شيفت باي 2 بيتس فهو هيعدي على ترانزستور واحد بس ثم البافر. ايوه تمام. شكرا. مش تعالوا بقى نشوف النوع الثالث اللي هو بروجرامبل لوجاريثميك شيفتر. برضو هنعمل شيفت رايت. ايه الفرق بينه وبين اللي قبليه؟ ان دلوقتي احنا بدل ما نمشي يعني نمشي عايزين شيفت 0 وشيفت 1 شيفت 2 وشيفت 3 شيفت 4 وهكذا، فاحنا هنمشيهم ان تيرمز اوف بيتس. يعني ايه؟ يعني الاستيج الاولانيه دي اللي هم دول هيبقوا مسؤولين ان هم يعملوا شيفت 1 او ما يعملوش شيفت خالص. تمام. اللي بعديها هتبقى مسؤوله تعمل شيفت 2 او ما تعملش شيفت خالص للاستيج دي نفسها يعني. فبمعنى صح لو انا هنا عامل لو شيفت 1 هنا بهاي وشيفت 2 هنا بهاي، فانا عملت شيفتنج باي كام؟ 3 كده بالظبط. فكاني ماشي باينري ويتد يعني مش ارقام ابسوليوت. فلو احنا عندنا 3 ستيجز يبقى دي هتعمل شيفت باي 4، وهنا عندنا برضو 3 في اعلى شيفت نقدر نجيبه ب 7. فلو احنا شغالين فعلا على 8 بيتس فهنقدر نجيب 7 شيفت. تعالوا بقى نشوف هنقدر نمشي ازاي. اول حاجه احنا اتفقنا لو ما حصلش شيفت فالمفروض الاي 7 هتطلع على بي 7. لو افترضت يعني ان الشيفت كله بصفار مفيش شيفت خالص، انا بس قبل ما نبدا في الشكل ده دول 8 بيتس، فاحنا المفروض نعمل شيفت 0 شيفت 1 2 3 4 5 6 7. ماشي. فتعالوا نفترض اول كيس ان مفيش شيفت خالص، المفروض الاي 7
الشيفت 1 هيبقى ساعتها شيفت 1 بزيرو، فالشيفت 1 بار هيبقى بهاي، فساعتها الترانزستور ده هيبقى اون، فنعدي على ده. بعد كده شيفت 2 بار هيبقى ب1 هو كمان، فنعدي على ده. بعد كده شيفت 4 بار هيبقى ب1 هو كمان، فنعدي على ده. في الاخر A7 هتطلع من B7. نفس الكلام برضو للA6، هيبقى شيفت 1 بار وشيفت 2 بار وشيفت 4 بار كلهم بهاي، فساعتها هنعدي من لغايه ما نطلع الA6 للB6، وهكذا لغايه ما نوصل للA0. الA0 هيبقى شيفت 1 بار شيفت 2 بار شيفت 4 بار، وهتطلع على B0. تعالوا بقى نعمل شيفت باي 1. اتفقنا لو احنا هنا ماشيين شيفت رايت، لو عايزين نعمل شيفت باي 1 هنعمل ايه؟ المفروض رايت، فالA7 هتروح لB6، والA6 هتروح لB5 وهكذا، والA1 هتروح لB0. فهنمسك A7 هنعديها ترانزستور، هندي له كنترول اسمه شيفت 1 وهنطلعه من B6. نفس الكلام للA6 هتروح للنود دي اللي هي ساعتها هتطلع على B5، ونفس الكلام هنا. فساعتها هيبقى شيفت 1 هيبقى بهاي، والشيفت 2 هيبقى بزيرو، فالشيفت 2 بار كأنه بهاي. فطالما هاي فساعتها هيقوم مطلع الA7 هتمشي، هتقوم طالعة لغاية هنا، وعلشان شيفت 4 بار برضه ب1، فهتطلع لغاية ما تطلع لغاية B6، علشان شيفت 4 بار هيبقى ب1، فالترانزيستور ده هيبقى اون. تمام، ده لو عايزين نعمل شيفت باي 1. حد بس مش فاهم شيفت باي 1 هيحصل ازاي في الشكل ده؟ حد مش فاهم هيحصل ازاي؟ تمام ماشي. بالنسبه للشيفت باي شيفت 2 نفس الكلام، هيبقى الشيفت 1 ساعتها بزيرو، فطالما شيفت 1 بزيرو فهو فكأن الترانزستور ده اون وده اون وده اون، فالنودز اللي هي بعد اول ستيج دي كأنها يطلع عليها الاي 7 واي 6 واي 5 وهكذا بنفس ترتيبهم لغايه اي 0. بعد كده اتفقنا الشيفت 2 هي الوحيده اللي اون، فهتقوم واخده احنا اتفقنا لو عايزين نعمل شيفت باي 2 المفروض ساعتها الاي 7 هتروح لبي 5. فلو ركزنا كده مع اي 7 هي المفروض وصلت للنود دي، فالاي 7 هتمشي كده ويحصل لها شيفتنج باي 2 وهتنزل لبي 5. الاي 6 ساعتها هتنزل ل4، والاي 5 ساعتها هتنزل ل3، وهكذا لغايه ما نوصل لغايه اي 3 اللي هي ساعتها اي 3 هتخرج من فين؟ هتخرج من بي 1، واي 2 هتخرج من بي 0. تمام. بالنسبة للتو ترانزستورز دول مش هيبقى ليهم لازمة قوي، لأن زي ما قلت لكم التو بيتس دول بيطيروا يعني، فمش هيبقى ليهم لازمة. تمام، بس في نفس الوقت بي 7 وبي 6 لسه ما طلعش عليهم اوتبوت، لأن احنا هنا بنعمل شيفت رايت، فالمفروض هنقوم مدخلين زيرو وهنقوم برضو مدخلين هنا زيرو. تمام، حد عنده سؤال لغاية دلوقتي؟ هو كده يا باشمهندس كل الانترميديت نودز ديت داخل عليها زيرو، علشان في حالة ما انا بعمل شيفت على حسب ما انا عايز اعمل ايه يعني، لو انا بعمل رايت يبقى اللي هو اعلى الموست سيجنيفيكانت يخرج عليه زيرو. بالظبط، عشان احنا بنعمل شيفت رايت هنا. بس انا مش فاهم السؤال الاولاني انت قلته، يعني الانترميديت ستيجز عليهم ستيجز عليهم زيرو اللي يعني. هو بين تو كل ترانزستورز لازم يبقى فيه زيرو واصل، على حسب بقى الكنترول سيجنال دي ب1 ولا لا، الزيرو ده هيخرج ولا لا انت قصدك يعني. يعني اللي انا بشاور عليه دول؟ ده الزيرو ده، ايوه ده اللي انا بتكلم عنه، والنودز بقى اللي في النص دي، ده النودز كله اللي واصل بقى بتحت كل واحد منهم. لا دي مش واصله بزيرو، ده انه A7 هو عشان نعمل شيفت باي 2، فالاي 7 هتخرج على بي 5، فكاننا واخدين من A7 هنا وهنقوم طالعين على بي 5. ايوه، لا دي بقى واصله بالزيرو اللي فوق اللي هو على الشمال خالص فوق، اللي دي هو واصله لو انا بعمل وان شيفت بس ساعتها هو ده اللي هيفتح ويخرج لي فيه زيرو، بالظبط. وهو نفسه هينزل للستيج بتاع بي 6. بالظبط، لو انت بتعمل شيفت 2 بس فساعتها الاي 7 هتعدي، لان الشيفت 1 شيفت 1 بزيرو يعني الشيفت 1 بار هو اللي بهاي، فهيعدي الاي 7. تمام. ماشي، وده يخلينا نروح للي بعديها. لو احنا عندنا شيفت باي 3 ايه اللي هيحصل؟ فكاننا عندنا شيفت 1 بهاي وشيفت 2 بهاي، فاللي هيحصل ان بالنسبه لاول ستيج اللي هيطلع منها هيبقى زيرو، بعد كده عمل هنا شيفت 1 فهيبقى اي 7 اي 6 اي 5 اي 4 اي 3 اي 2 اي 1. حلو، نفس الكلام عندنا شيفت 2 وهو اللي اون، فساعتها هاخد الاي 7 اللي هي كانت هنا اشفتها ب2، لا معلش هاخد الاي 7 اللي هي كانت هنا بقى اشفتها ب2 كمان عشان يبقى عملنا شيفتنج اوفر اول 3، هتقوم طالعه هنا اللي هي عند البي 4. وده صح، لان احنا لو عايزين نعمل شيفتنج باي 3 اي 7 هتروح لفين؟ بي 4
بي 4 بالظبط. فده اللي حصل، فكأن حصل هنا شيفتنج باي 1 بعد كده شيفتنج باي 2. تمام، حد مش فاهم؟ تعالوا كده نحسب حاجه كمان، تعالوا نحسب الاي 5 دي، اي 5 المفروض تروح لكام لو احنا عملنا شيفتنج باي 3؟ عملنا شيفت اتنين، خمسة المفروض تبقى بي اتنين، بي اتنين بالظبط. زي ما انتم شايفين لو شيفت 1 بهاي فالاي 5 هتنزل هنا، بعد كده شيفتنج باي 2 هتقوم نازله لغايه بي 2. تمام، وعشان شيفت طبعا 4 بزيرو فشيفت 4 بار هيبقى بهاي، فهيفتح الترانزستور ده فيطلعها على بي 2. ماشي، نفس الكلام بقى لو احنا عايزين نعمل شيفتنج باي 4، فساعتها ده هيبقى 0 0 وده هيشفت ب 4، فهتلاقوا في الاخر ان هي A 7 لو هنعمل شيفتنج ب 4 هتطلع عند كام؟ هتطلع عند بي 3، فهتطلع هنا كده. تمام، شغلنا بقى شيفت، شغلنا شيفت 7 كلهم، يعني بمعنى صح شيفت 1 ب 1 وشيفت 2 ب 1 وشيفت 3 وشيفت 4 ب 1. فايه اللي هيحصل ساعتها؟ مش هيبقى عندنا كله اصفار ما عدا A7 هتروح لفين عشان هنعمل شيفت رايت، فA7 لازم تروح لبي 0. فتعالوا كده نمشي فيها، فاول حاجه هيعمل شيفت 1 اهو، بعد كده هيعمل شيفت 2 اهو، بعد كده هيعمل شيفت 4 فهيقوم نازل لغايه تحت خالص لغايه ما يطلع الA7 عند البي 0. وباقي الحاجات هيبقوا بكام؟ هيبقوا كلهم بصفار. فممكن مثلا نمشي ورا الصفر الاولاني ده، فده ادي صفر هيطلع هنا، بعد كده يتشفت ب2 هيقوم طالع هنا، بعد كده هيتشفت ب4 فيقوم طالع عند البي 1. تمام، تعالوا بس نشوف صفر غيره مش اكتر عشان نتاكد ان احنا ماشيين صح. لو مخدنا الصفر ده فده يتشفت ده كانه جاي من شيفتنج 2 بس مش هيفرق، هو كده رايح للنود دي، بعد كده يتشفت ب4 فيقوم نازل مطلع على البي 3 ب0. تمام، ومفروض طبعا الصفر ده هو اللي هيطلع البي 2 ب0، وده هيطلع البي 4، وده هيطلع البي 5، وده هيطلع البي 6، وده هيطلع البي 7 ب0. تمام، الرسمة كده واضحة ولا في حاجة مش مفهومة؟ لا تمام يا باشمهندس. نفس الكلام لو عايزين نعمل شيفت ليفت ممكن نعملها ازاي؟ هتلاقي برضه ان احنا بنعكس الانبوتس مع الاوتبوت مش اكتر، حتى ممكن تجربوها يعني. تمام ماشي، عايزين نحسب بقى هنا عدد الترانزستور. تعالوا كده لو احنا عندنا 8 بيتس اللي هي الشكل قدامنا، احنا كده عندنا كام ترانزستور؟ بس عايزين نكتبها حاجه جنرال يعني، ما نقولش مثلا 64 او 48، عايزين نحسب ليه حصل كده. ماشي، احنا كده عندنا كام ترانزستور كده هنقول؟ بس دول مش محسوبين يعني، الحاجات اللي تحت دي اللي هي بتوصل A0 وهنا A1 و A0 مش محسوبين، دول مش هنحسبهم، دول اصلا مش لازم. ماشي، فكده ممكن نقول ايه كده؟ 2 ماشي، عدد الستيجز لو انا في الحالة بتاعتنا 3 ماشي، و3 دي هنجيبها ازاي؟ اللي هي لوك 2 بيز 8 هنا اللي هي عدد البيتس يعني. تمام تمام يعني. ماشي، بعد كده هنضربها بقى في النمبر اوف بيتس اللي هم 8 هنا برضه بالظبط. فاللي هيحصل ان احنا نضرب الاثنين، الاثنين دول جايين من فين؟ ان احنا عندنا لو حد خد باله احنا عندنا شيفت 1 بعد كده شيفت 1 بار، وهنا شيفت 2 شيفت 2 بار، وشيفت 4 وشيفت 4 بار، فدول عددهم 2. بعد كده هنضربهم في لوج 8 بيز 2. لوج 8 بيز 2 ده جاي من فين؟ عشان احنا بنحسب عدد الاستيجز هنا، فاحنا عندنا 1 2 3، فلو حد عمل لوج 8 بيز 2 هتبقى ساعتها يطلع 3 يعني. بعد كده نضرب في عدد البيتس اللي هم هنا يبقوا 8، ففي الكيز دي هتطلع 48. عملنا هنا بقى، عملنا هنا شيفت ليفت او رايت، فلو قارناها مثلا باللي كان قبليه ده بيطلع 64 وده 48. ماشي، عايزين نشوف بقى بنعدي على كام ترانزستور عشان الاوتبوت يطلع. تعالوا نفترض اسهل حاجه ان احنا بنعمل شيفت 0، فالاي 7 هتعدي على الترانزستور ده، بعد كده هتعدي على الترانزستور ده، بعد كده هتعدي على الترانزستور ده، فهي هتعدي على 3 ترانزستور يعني، هتعدي على لوج 2 عدد البيتس ترانزستور زائد البفر. ماشي، وزي ما قلت لكم لو عايزين نعمل شيفت ليفت فهنعمل هنعكس الانبوتس مع الاوتبوتس. تمام، حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ طب ماشي، انتوا سامعيني؟ اه يا باشمهندس.
ماشي خلاص، خلونا نبدأ بقى نحل الشيت. هتلاقوا الشيت معظم يعني الأمثلة على الحاجات اللي كنا بنشرحها يعني، بس زي طبعا عشان انتوا طلبتوا نشرح وكده، هتلاقوا إن شاء الله الدنيا في الشيت سهلة. فهنبدأ المفروض بشيت 5، سؤال 7 بيقول لنا عايزين نعمل بروجرامبل بارلل شيفت رايت، وهو الأربعة بيتس، وعايزين نعمل يعني الرسمة وخلاص بتاعته. وفي نفس الوقت هو قال لنا الشيفت فاليو بريزنتد ب2 بيتس، فلازم نعمل ديكودر الاول نقول لو احنا الاس لو هم بزيرو زيرو زيرو فساعتها هنعمل شيفت زيرو، لو زيرو وان فهنعمل شيفت وان، لو وان وزيرو هنعمل شيفت تو، لو وان وان هنعمل شيفت سري. فده ديكودر هيبقى بسيط قوي يعني. بعد كده لو حبينا نيجي نرسم الرسمه فهي نفس الرسمه اللي كنا رسمناها فوق، مفيش اختلاف خالص. وهو كمان عايز شيفت رايت، فهنلاقي الانبوتس مش معكوسه، فلو رجعنا للشكل اللي كنا بنشرح عليه هيفضل هو مش هيتغير خالص يعني. تمام، ده كان اول سؤال واعتقد مفهوش مشاكل. بس برضو أسأل حد عنده مشاكل فيه؟ حد عنده مشاكل فيه؟ لا تمام يا باشمهندس. تمام ماشي. تعالوا كده السؤال اللي بعديه، هو نفس السؤال 7، بس في نفس الوقت عايزنا نعمل شيفت وروتيت، يعني هنعمل شيفت وروتيت رايت. فتعالوا بس نقارن ما بينهم الأول ونشوف. إحنا لو هنعمل شيفت فاتفقنا، لو افترضنا ان دول الاوتبوتس بتوعنا اللي هم البي 0 بي 1 بي 2 بي 3، فلو هنعمل شيفت لو هنعمل شيفت 0 فالمفروض الايهات هتنزل زي ما هي، تبقى اي 0 1 2 3. لو شفتنا رايت فالمفروض الاي 1 هتبقى مع البي 0، اي 2 مع بي 1، اي 3 مع بي 2، وهنحط صفر على الام اس بي. نفس الكلام في الشيفت 2 شيفت 3، ساعتها بالنسبه لشيفت 3 فالاي 3 هتبقى هي البي 0 والباقي هيبقى كلهم بصفار. لو روتيت فمفروض ان لو عملنا روتيت باي 0 يعني ما عملناش روتيتنج خالص فهينزل رقم زي ما هو. لو عملنا روتيت باي 1 المفروض اي 1 هتبقى هي بي 0، اي 2 هتبقى بي 1، اي 3 هتبقى بي 2، واي 0 هتبقى بي 3. لو عملنا روتيت باي 3 فمفروض الاي 3 ساعتها هتبقى هي البي 0، والاي 0 ساعتها هتيجي عند البي 1، والاي 1 هتيجي عند البي 2، والاي 2 هتيجي عند البي 3. فهنرسم المفروض نفس الشكل اللي كنا رسمينه، مع الاخذ بس في الاعتبار ان احنا هنفترض ان احنا عندنا مثلا ماكس بندخله يا زيرو لو احنا عايزين نعمل شيفت، او بندخله اي اي لو احنا عايزين نعمل روتيت، هيبقى ماكس وهيطلع بالشكل ده. او ممكن ان احنا او يعني ممكن ماكس نمثله بكده يعني، فلو احنا عندنا الاكس بار دي بزيرو او الاكس بزيرو فساعتها هيبقى الاكس بار ب1، وساعتها هيقوم مطلع هنا زيرو، فكأننا عملنا شيفتنج يعني. ماشي، لو حد خد باله ده نفس الشكل اللي كان مرسوم فوق، بس الفرق ما بينهم هم بس الكنترولرز دول، بدل ما يبقوا صفار زي السؤال اللي قبليه هيبقوا مختلفين. بس هبقى بختار ما بين حاجتين، هبقى بختار ما بين الزيرو لو احنا بنعمل شيفتنج، او بختار ما بين الاي 0 والاي 1 والاي 2 لو احنا بنعمل روتيتنج. بس ايا كان هي ما فيهاش مشاكل يعني. تعالوا نعمل روتيت باي 3 لان احنا عملنا شيفتنج كده، فتعالوا نعمل روتيتنج باي 3. روتيتنج باي 3 اول حاجه المفروض عايزين نودي الاي 3 يطلع لبي 0، فالمفروض ادي الاي 3 هنشفتها ب3 لان الكنترولز بس هي اسمها شيفتنج مش اكتر، فهتقوم طالعه لبي 0. بعد كده المفروض البي 1 هنطلع عليه اي 0، فتعالوا كده نمشي مع الشيفت ب3، ادي الاي 0 هتطلع على البي 1. بعد كده المفروض البي 2 يطلع عليها اي 1، فادي البي 2 لو عملنا شيفت باي 3 هيطلع عليها الاي 1، واخر حاجه الاي 2 لو عملناها شيفت باي 3 هتطلع على البي 3 علشان نطلع في الاخر الشكل ده. تمام، حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ حد مش فاهم السؤال ده؟ حد مش فاهم السؤال ده؟ ماشي، خلونا بقى نروح للسؤال اللي بعديه. مفروض بس السؤال اللي بعديه فيه غلطة في الكتابة، مفروض دي كانت 3 ودي كانت 4 في السؤال، فهي دي مش مظبوط قوي، مفروض تبقى دي 2 ودي 3. ماشي، المهم هو عايزنا نعمل ايه؟ عايزنا نعمل programmable logarithmic shift right، هتعمل all possible shift right واحنا مستخدمين 4 bit word. ماشي، انتوا فاكرين programmable logarithmic ده اللي هو النوع التالت، عشان نعمل له 4 bits فاحنا محتاجين كام stage؟ 2 stages، محتاجين 2 بالظبط. فعلى هو بس الرقم ده كان مكتوب 3 فدي كانت غلطه.
والشيفت رايت هنعمل اخر طبعا عشان اتفقنا احنا 4 بيتس في اخرنا نعمل شيفتنج باي 3، فعشان كده دي ما كانتش مظبوطه قوي. بعد كده بيقول لنا عايزين نشوف الباث من اي 3 للاوتبوت 0 ونحسب منه الديلي ان تيرمز اوف ار اون والسي دي والسي جيت والتي بافر، وكان قايل الانبوت كاب بتاع البافر هيساوي 2 سي جيت. وعايزنا برضو نعيد لو بدل ما نروح من الاوتبوت اي 3 للزيرو، يعني ايه اوتبوت اي 3 للزيرو؟ يعني كاننا عملنا شيفت باي 3 يعني جبنا اقصى شيفتنج فيه، وفي نفس الوقت عايز يحسب لو ما كانش فيه شيفتنج يعني. تمام، فكل اللي احنا هنعمله هنرسم تو ستيجز من الشكل اللي كنا رسمينه ده، فيبقى عندنا هنا شيفت 1 وشيفت 1 بار وشيفت 2 شيفت 2 بار. فطبعا لو مش هنعمل شيفتنج خالص فكان شيفت 1 بزيرو شيفت 2 بزيرو، فساعتها هيبقى الباث ده مفتوح، فساعتها الاي 3 هتطلع لبي 3 واي 2 هتطلع لبي 2 واي 1 لبي 1 واي 0 لبي 0 وهكذا بقى. وبرضه لو عايزين بس ان نعمل، تعالوا ناخد مثلا شيفتنج باي 2، فساعتها المفروض ده هيطلع لاي 0 وده هيطلع 0 اهو وده برضه هيطلع 0، وساعتها الاي 3 هتروح لبي 1 والاي 2 هتروح لبي 0. طبعا اي 1 واي 0 هيطيروا، فعشان كده مفيش ترانزستور متوصله. تعالوا بقى، انا مش عارف الالوان ظهر عندكم كويس ولا لا، بس تعالوا نحسب في 3 باثز. تعالوا نحسب اللون الاحمر ده واحنا رايحين واحنا عاملين شيفتنج 3 من يعني من اي 3 لغايه بي 0، فعلشان نعمل شيفتنج 3 المفروض الشيفت 1 يبقى بهاي، فساعتها الباث ده هيبقى مفتوح، بعد كده شيفت 2 هيبقى بهاي فالباث ده هيبقى مفتوح، فهنطلع فالاي 3 هتطلع من البي 0. فاحنا عايزين نحسب الشيفتنج اللي حصل هنا، او عايزين نحسب الديلي اللي حصل في الباث ده. تمام، فتعالوا نعبر عنه بنفس اللي احنا خدناه الار سيز، ما فيش الا كده يعني. فاول حاجه هنفترض ان احنا بس عندنا هنا درايفر، وساعتها ممكن بعد كده ممكن نفترض ان الدرايفر ده بصفر، الار درايفر بصفر يعني، بس تعالوا نحسب الكيس جنرال. فاول حاجه يبقى عندنا درايفر، بعد كده لو مشينا في الباس ده هندخل المفروض على سي انبوت، فهندخل على كابس هنسميها سي انبوت. السي انبوت ده بيعبر عن ايه؟ ده لسه هنحسبها يعني، بس خلينا نكتبها الاول سي ان. بعد كده هنمشي في الترانزستور ده اللي هو مكتوب عليه شيفت 1، فده هيبقى الار اون بتاعه. بعد كده هنمشي كده هنوصل للباس ده، وبرضه عايزين نحسب الكابس اللي على النود دي. بعد كده هنقوم ماشيين اللي هي بنعبر عنها بسي 1، بعد كده هنقوم ماشيين على ار اون اللي هو شيفت 2 ده. تمام، وبعد كده هنقوم واصلين للنود دي وعايزين نحسب عليها الكابس وهنسميها سي اوت، بعد كده هنقوم طالعين للبفر لغايه بي 0. ماشي، تعالوا برضو نحسب الشكل الاخضر ده، عايزين بس نشوف هنمشي في ايه. فاحنا برضو هنمشي في سي انبوت. الشكل الاخضر ده بيطلعنا من الاي 0 للبي 0. تمام، فمفروض الشيفت لو احنا مش عايزين نعمل شيفتنج خالص، المفروض الشيفت 1 بار هيبقى بهاي وشيفت 2 بار هيبقى بهاي، فساعتها هنمشي في الشكل ده. نفس الكلام عندنا برضو لو افترضنا ان احنا عندنا درايفر، بعد كده هيبقى السي انبوت ده بيعبر على الكابس في النود دي، بعد كده هنا ار اون، بعد كده سي 1 بيعبر على الكابس في النود دي، بعد كده الار اون، بعد كده السي اوت، بعد كده البفر. نفس الكلام لو احنا هنا عندنا في الازرق، هيبقى برضو عندنا سي انبوت، وبعد كده ار اون، بعد كده سي 1، بعد كده ار اون، بعد كده سي اوت، بعد كده البي 3. فلو خدتوا بالكم المفروض كل ال 3 باثز دول هيرسموا نفس الشكل. فاحنا عايزين دلوقتي نحسب السي ان والسي 1 والسي اوت لكل واحده منهم هم الثلاثه. وبرده ما تنسوش ان احنا عندنا سي انبوت للبفر، لان هو كان بيقول هنفترض ان الانبوت كاب للبفر هنساويه ب 2 سي جيت، فعلشان كده النود دي هتبقى موجوده يعني. اول حاجه تعالوا بس نحسب الديلي الاول ان جنرال، بعد كده نبدا نعوض عن السي ان والسي 1 والسي اوت بعدين. فالمفروض التي بي هيساوي 0.69، اتفقنا علشان نمشي في الديلي ده فهناخد الار ونضربها في كل الكابس اللي بعديها، فالار درايفر هتبقى مضروبه في سي ان في سي 1 وسي اوت، فهيبقى اهو ده اول ترم. بعد كده الار اون دي هتضرب في سي 1 زائد سي اوت، بعد كده الار اون دي هتضرب في سي اوت، وبعد كده هيبقى في الديلي بتاع البفر. السي اوت دي جواها الانبوت كاب بتاع البفر، ماشي، فهي بتعبر على كل الكابس اللي في النود دي. ماشي، كل اللي انا عملته بس هنا جمعت الشكل مش اكتر، خليت يبقى السي 1 مضروبه في الار اون هنا، وبعد كده هنا يبقى في 2 ار اون سي اوت. ده تعويض يعني، مش ممكن ما يبقاش ليه لازمه بعدين، بس ايا كان ده شكل مختلف يعني. تمام، تعالوا بقى نحسب الريد. لو احنا ماشيين في الاخضر ده عايزين نحسب السي انبوت بتاعته هتساوي كام، ايه رايكم؟ المفروض النود دي
شايفة هنا درين وشايفة هنا درين، فهتبقى كام؟ هتبقى 2 سي دي، تمام؟ فالسي انبوت هنا هيبقى 2 سي دي. احنا بنحسب هنا للباث الاحمر، بعد كده وصلنا للنود دي، عدينا على ار اون، بعد كده وصلنا للنود دي اللي احنا مسمينها سي 1، فيها كام درين او فيها او ايه او ايه الكابس اللي عليها. ادي اول واحد وده التاني، تمام، وده التالت وده الرابع، فيبقى عندنا 4 سي دي، تمام. تعالوا نروح للنود بتاعت السي اوت ونحسبها اللي هي دي، هيبقى عندنا ده الاولاني وده التاني وبعد كده الكاب بتاعت البفر. فمن الاخر هيبقى عندنا السي انبوت هتبقى ب2 سي دي، السي 1 هتبقى ب4 سي دي، والسي اوتبوت هتبقى ب2 سي دي زائد السي بفر، تمام. تعالوا نحسب البلو لو هنمشي في الشكل ده، فيبقى عندنا 2 سي دي بالنسبه للسي انبوت وبالنسبه للسي اوتبوت. تعالوا نحسب، يعني احنا في النود دي هيبقى عندنا 1، يبقى عندنا 2 وده التالت وهيبقى ده الرابع، فعندنا 4 سي دي، والسي اوت هيبقى نفس الكلام، هيبقى 2 سي دي لده وده والسي بفر، فهنلاقي ان هو نفس شكل الاحمر بالظبط. بالنسبه للاخضر هيبقى مختلف شويه، لان زي ما قلت لكم هل الترانزستورز اللي هي موجوده هنا ليها اهميه ولا لا، لو تفتكروا هنا يعني، فدول طالما مش موجودين فهي طبعا هيقللوا الكابس على الباث ده. فلو تعالوا نحسب كده الباث اللي تحت خالص، فالمفروض هنا لو بصينا للسي انبوت هيبقى ساعتها 1 سي دي، وبعد كده لو بصينا السي 1 هنبقى متوصله بترانزستور واحد، ترانزستور الثاني وده الثالث، فيبقى 3 سي دي، والسي اوت هتبقى متوصله ب2 سي دي زائد السي بفر، تمام. كل اللي احنا هنعمله هنعوض بس عن القيم الايكويشن اللي احنا مكتوبه هنا وخلاص، وساعتها هو ده الديلي اللي المفروض يتحسب، تمام. حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ يعني انا باشمهندس بشوف رغم ان انا عامل نو شيفت بشوف ديليز مختلفه على الموست سيجنيفيكانت والليست سيجنيفيكانت. اه بالظبط، وده ليه حصل؟ بسبب ان هنا مش متوصل ترانزستور زي الشكل ده يعني، مش يعني ممكن بقى لو الناس مثلا طب مش اتفضل، هو انا ليه خدت تي بافر وانا خلاص خدت الكاباسيتنس بتاعت البافر معايا في حسابات السي اوت؟ ماشي، لو تفتكر ان مثلا الانفرتر، حلو، لو انت موصل الانفرتر بانفرتر، الانفرتر الاولاني هيشوف السي جيت بتاع الانفرتر التاني ولا لا، يعني هتعمل عليه هشوف لودنج، سيتين هتعمل عليه لودنج. طب وفي نفس الوقت هل الانفرتر ده ملوش يعني هو مش ليه سي اوت هو كمان؟ الانفرتر التاني، الانفرتر التاني دي سي اوت، ليه سي اوت وليه ريزيستنس ولا ملوش؟ ليه ريزيستنس، فدي دي تي بافر بتاعته من الاخر، ريزيستنس بتاعته في الكابس بتاعت الاوتبوت بتاعته، تمام. بس دي كده بقى مش يعني انا مش مديها لي بقى كفاليوز، يعني مش هضطر احسبها لي مثلا جيتس ودرينز وكده. لا لا بالظبط، هي هتزودها على التي بافر، يعني انا ما قلتش الحته دي، بس انت بس هتزودها هنا في الاخر تي بافر، تمام. يعني هو اصلا هو قال ان دي تي بي دي، يعني بروباجيشن ديلي، مش تاو، علشان كده ما اتضربتش في 0.69 لو خدت بالك يعني. طيب يعني 0.69 مضروبه لغايه الترم ده في البراكت ده. هو مديالي جاهزة، يعني هي 0.69 ار سي بتاعت البفر نفسه يعني. بالظبط، بس هو انا مش مديها كفاليوز يعني، بس القصد انها على طول مديك التي مش التاو، تمام. مش هو كده المفروض الشيت ده كده خلصنا الشيفترز على في الشيت ده. فحد عنده اي سؤال قبل ما نروح للميموريز؟ حد عنده اي سؤال قبل ما نروح للميموريز؟ مش تحبوا ناخد بريك ولا نكمل؟ انا شايف ان احنا ممكن نكمل شويه كمان عادي، تمام. مش تعالوا نكمل. بالنسبه للميموريز، فهو الحاجات الاسئله اللي بتبقى عليها هنا او الاسئله اللي في الشيت عليها بيبقى معظمها بتشرح الميموريز بتشتغل ازاي، سواء الاس رام او الديناميك رام. فتعالوا كده نشوف الاسئله بتاعت الشيت ومنها نبدا نشرح يعني. فاول حاجه احنا كده المفروض خلصنا، المفروض قبل ما ندخل في الميموريز فاحنا وصلنا لغايه سؤال 14، وزي ما قلت لكم سؤال 14 ده ملغي، المفروض الميموريز عليها من 15 لغايه 18. فاول حاجه بيقول لنا بس اكسبلين، ومفروض السلايد دي يعني او السؤال ده الدكتور كان حط عليه تو سلايدز ومفروض شرحه لكم يعني.
فهو بيقول لنا بس اكسبلين الميموريز متقسمه ازاي من ناحيه الفولاتيليتي وريد والرايت والاكسس باترن، وبيقول لنا قولوا اكزامبلز يعني. فبالنسبه لاول حاجه هي نون فولاتايل او فولاتايل. نون فولاتايل دي يعني لما السبلاي بيتقفل الفاليوز اللي فيها ما بتروحش، ولو فولاتايل لو السبلاي اتقفل فالفاليوز اللي فيها هتروح. بالنسبه للفولاتايل مثال زي ايه؟ زي الاس رام ولسه هنتكلم عليها. والنون فولاتايل زي الفلاشه طبعا، وده اشهر مثال يعني. بالنسبه للريد والرايت فاحنا عندنا ميموريز بنقرا منها بس، او ميموريز بنقرا ونكتب فيها. فبالنسبه للريد بتبقى مثلا زي البروجرامبل ريد اونلي ميموري، وبالنسبه للريد اند رايت زي الاس رام والديناميك رام. بالنسبه للاكسس باترن فممكن تبقى حاجه راندوم يعني، الاكسس اي كور للميموري في اي ادرس احنا عايزينه، مش لازم نمشي بسيكونس معين. وفي حاجات لا لازم ناكسسها كسيريال، فبتبقى اسمها فيفو او فايفو ايا يعني كان الناس بتسميها ازاي، بتبقى فيرست ان فيرست اوت. اعتقد انتوا سمعتوا الاسامي دي قبل كده يعني، وفي برضو لاست ان فيرست اوت وهكذا يعني، بس ايا كان يعني ده مثال مثلا عليها. تمام، ده كان اول سؤال بالنسبه في الشيت للميموريز يعني. بالنسبه للسؤال اللي بعديه، وده منه بقى اللي هنبدا شرح اللي كان في سلايد. السؤال 16 بيقول لنا عايزين نتكلم على كل البريفرالز والهيراركيكال للميموري والفانكشن بتاعت كل بلوك من الحاجات دي. فتعالوا بس اول حاجه نرسم البلوك دايجرام بتاع الميموري ونبدا نشرح حاجه حاجه فيه. اول حاجه لو تفتكروا واحنا بنتكلم في ال VHDL قلنا لو عايزين نعمل ميموريز فهي بتكون مكونه من ايه؟ بيبقى عندنا ادرس اللي هي الروز دي كلها يعني، كل الحاجات دي ادرس، وبيبقى كل واحد فيهم، خلونا نفترض ان هو كل واحد فيهم وورد واحده، والورد الواحده دي فيها ام بيتس. طبعا الام دي ممكن تبقى 8 16 32 64 128 وهكذا. المهم فاحنا فالخطوط اللي هي بالعرض دي بتعبر عن الادرس اللي احنا عايزين نعمل له اكسس. وبالنسبه للورد فاحنا عايزين نشوف الورد فيها كام بيتس، فدي بتعبر لنا على الحاجات اللي هي هتبقى بالفيرتيكال دي. تمام، لو عايزين نقرا او نكتب فبيبقى في حاجه اسمها انبوت اوتبوت، وده بيبقى يعني الويتس بتاعه بيبقى نفس الويت بتاع الورد اللي احنا عايزين نقراها، يعني في الاول والاخر احنا هنقرا وورد واحده وهنكتب وورد واحده، فبيبقى عباره عن ام بيتس، بيبقى واخد نفس الورد عدد البيتس بتاعت الورد يعني. فلو حد خد باله الخطوط اللي بالطول دي بنسميها بيت لاين. ايه البيت لاين دي؟ دي بتعبر عن عدد البيتس اللي موجوده في الورد الواحده. يعني مثلا لو وورد مكونه من 8 فيبقى عندنا 8 بيت لاين، لو وورد مكونه من 16 فيبقى عندنا 16 بيت لاين. فدي اللي بتعبر، ده الفيرتيكال لاينز. تمام، بعد ما بنطلع على البيت لاينز القيم اللي احنا عايزينها، بنبقى لو احنا بنقرا من الميموري يعني بنعمل ريد من الميموري، فساعتها هنستخدم سنس امبليفاير. سنس امبليفاير ده اسهل مثال ليه، دي في حاجه ديفرنشال بندخل عليه بيت لاين وبيت لاين بار على حسب بقى الجين بتاعه. اكيد الحاجات دي طبعا درسوها في الانالوج يعني، على حسب الجين والسبيكس بتاعته هتبقى عامله ازاي. الاوتبوت بتاعه واحد هيطلع هيتشد مثلا لفي دي دي، واحد هيبقى بصفر، فده بيعكس اللي احنا قريناه من الميموري. ولسه هنشوف مثال عليه في الاس رام والدي رام. الدرايفر ده العكس، لو احنا عايزين نكتب حاجه في الميموري فساعتها بنعمل درايفنج برضو للبيت لاين والبيت لاين بار. بس القصد يعني الفيرتيكال لاينز دول بيعبروا عن البيت لاينز، وزي ما قلت لكم عددهم هيبقى في الشكل ده عدد البيتس بتاعه الورد. تعالوا بقى للحاجات اللي هي بالعرض. الحاجات اللي بالعرض دي بتعبر عن الادرس، ودي اسمها الورد لاين. لو هنفترض مثلا ان الادرس بتاعك ان انت عايز تقرا الورد الثالثه، فهيقوم ساعتها دي الورد 0 وورد 1 وورد 2 وورد 3، فساعتها هيبقى ده بهاي او بون يعني. فكانه بيقول لك انت احنا عايزين اكسس الورد دي، هنكتب ولا هنقرا منها لسه على حسب، مش معروف، بس الادرس ده بيأكسس بس هنكتب في انهي حته او هنقرا من انهي حته. ماشي، بيبقى بالنسبه للادرس ده بيسموه الرو ادرس يعني، بيبقى عدد البيتس بتاعته بتبقى كي بيتس، وطبعا بنعمل له ديكودنج لان احنا في الاول والاخر بنأكسس 2 باور كي. تمام، فهم لو احنا بنتكلم ان لو احنا عندنا n words فيبقى عندنا 2 فلازم ال n words تساوي 2 باور k. فمن الاخر هتلاقوا ان ال k اللي هي عدد البيتس اللي داخله على الرو ادرس هتساوي log 2 لل n اللي هي عدد ال words. تمام، فبالنسبه فتعالوا بس نتكلم، علشان حد بس مش فاهم اللي انا شرحته قبل ما ندخل في كل بلوك او الاسم. حد مش فاهم اللي انا شرحته؟
ماشي. اول حاجه الميموري كور ده الاستورج سيل، يعني كانها المكان اللي موجود فيه وورد 1 او وورد 0 او وورد 2 او وهكذا. اول حاجه فيه الادرس ديكودر، وهو ده الديكودر ده بيسموه الرو ديكودر. ده كل وظيفته ان هو يحدد الادرس اللي احنا عايزين نعمل له اكسس، سواء هنكتب او هنقرا منه. فبيبقى هو كي بيتس، وبيطلع منه ان سيلكتور، والان ده عدد الوردز اللي هي موجوده، او بلاش نقول عدد الوردز لان احنا دلوقتي هنغير المفهوم ان يبقى فيه وورد واحده بس، فنقول عدد الاوتبوت اللي طالع منه هيبقى ان سيلكتور وخلاص. لكن في الاول والاخر هو بيسيلكت وان وورد لاين، يعني بيسيلكت خط واحد بس هوريزونتال كده. تمام. السنس امبليفاير زي ما قلت لكم هو بس بياخد الفيرتيكال وايرز، وبيبقى كل بيبقى ساعات بيت وساعات بيت لاين وساعات بيت لاين بار، وده عشان نقرا منه الفاليو. اما بالنسبه للدرايفرز فاحنا عايزينها علشان نكتب. واخر حاجه بس بيبقى فيه كنترولز كده علشان تحسب التايمر اللي احنا محتاجينه علشان نكتب او نقرا، يعني علشان بس الوقت ما يطولش او ما يكونش قليل فنكتب قيمه غلط او نقرا قيمه غلط. حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ معلش يا باشمهندس، هي الدرايفرز بتكون فين بعد الديكودر يعني؟ لا، بتبقى حاجه زي يعني هي في الاول والاخر هي متوصله على كل بيت لاين. تمام. يعني الدرايفرز دي زي السنس امبليفايرز، بس السنس امبليفايرز لو انا بقرا من الرام او لو انا بقرا يعني من الميموري، والدرايفرز دي لو انا هكتب فيها. بالظبط. ماشي. دلوقتي تعالوا نفترض حاجه، تعالوا نفترض مثلا ان احنا عندنا ممكن مثلا الوورد مثلا كام بيت، ممكن نفترض ان هي كام بيت. لو افترضنا اي ميموري في الحياه يعني، او اي ميموري مثلا في لابتوب او كده، هنلاقي مثلا الوورد ممكن توصل 64 و32 و16 وممكن توصل 128، بس الوورد لاينز الادرس دي ممكن توصل لكام؟ ممكن توصل لبليونز وكده. فلو بصينا لشكل التشيب او الميموري ساعتها هتبقى طويله قوي، في نفس الوقت ما فيهاش الا وورد واحده. فالشكل ده مش هيبقى منطقي ان احنا نعمله على سيليكون. تخيل مثلا عندنا 1 ملي في 1 سنتي، دي طبعا مش هتبقى حاجه مظبوطه قوي، فاحنا عايزين نوزع الشكل بحيث يبقى يكون سكوير. فلو احنا عندنا ان ووردز وعندنا ام بيتس، فلو عدد الان بيوصل مثلا لبليونز والام بتوصل 8 16 32 64 128، فالان على الام ده بيسموه الاسبكت ريشيو. فلو كبر قوي دي مش هتبقى حاجه كويسه، لان منظر للتشيب هتبقى كده. طب نعمل ايه؟ بدل ما نحط وورد واحده، تعالوا نحط كذا وورد في الرو، يعني هنا هتبقى وورد 0، هنا هتبقى وورد 1 وهكذا. فده علشان نعمل ايه؟ علشان في الاول والاخر التشيب يبقى مثلا 2 ملي في 2 ملي، بدل مثلا ما تبقى 1 ملي في 4 ملي. تمام. فكل اللي هنعمله هنزود هنا عدد ووردز وهنحط عددهم هيساوي الجي، هيبقى عندنا 0 1 بالنسبه لاول رو، هيبقى عندنا وورد 0 وورد 1 وورد 2 لغايه وورد جي ماينس 1. بعد كده هنبدا هنا نعد من وورد جي وورد جي بلس 1 وهكذا لغايه ما نوصل في الاخر للان ماينس جي لغايه ان ماينس 1، علشان احنا هنا حاطين جي وورد. تمام. تعالوا نبدا نحسب. اكيد في حاجه اتغيرت من هنا، يعني احنا كنا متفقين ان احنا عندنا كي بيتس دي اللي بتحدد الرو ادرس، وبيبقى عندنا ام بيتس دي اللي بتحدد الانبوت والاوتبوت. اول حاجه ان الوورد عدد البيتس اللي فيها ما اتغيرش، فالمفروض نلاقي الانبوت والاوتبوت هيبقى عددهم كام. لازم الانبوت والاوتبوت يبقى عدد البيتس اللي فيه يعني زي عدد البيتس بتاعه الوورد، مش هتختلف خالص. طب دلوقتي هيجي مشكله، طب ازاي هنسلكت الوورد دي مثلا؟ لو احنا بنتكلم على وورد 1 ازاي هنعمل لها سيلكشن؟ فاول حاجه هيبقى فيه رو ديكودر برضو. هتكلم على القيم دي بتتجاب ازاي بعدين، بس خلونا نفترض اي مثال، احنا عايزين نسلكت وورد 1. فاللي هيحصل ان المفروض في وورد لاين متوصل هنا بعد ما حصل له ديكودنج من البيتس دول، فالمفروض هيقوم يسلكت كل الرو ده. فهو عمل سيلكشن من اول 0 لغايه الجي ماينس 1. طب عايزين نحدد نسلكت انهي وورد من هنا. احنا دلوقتي عايزين 1، فاحنا عايزين البلوك ده، فالمفروض الكولم ادرس هو اللي هيحدد الحته دي، هو اللي هيقول احنا عايزين نسلكت الحته دي. وفي نفس الوقت احنا عملنا سيلكشن بالنسبه للرو للسيل دي، فمن الاخر هنلاقي ان وورد 1 بس هي اللي اخترناها، سواء بقى هنكتب عليها او هنقرا منها. تمام. فعدد البيتس دلوقتي بتتقسم ازاي؟ لو طلعنا لفوق، عدد البيتس كانت بتتقسم ان احنا عندنا ام بيتس علشان نقدر ناخد الورد منها، والادرس بيبقى عباره عن كي بيتس. دلوقتي لو افترضنا ان الادرس هو الكي، احنا متوقعين ايه اللي هيحصل؟ المفروض دلوقتي احنا وزعنا
البيتس بالنسبه للادرس يعني، وحبه منهم هيروحوا للرو بحيث يعملوا سيلكشن للورد لاين، وحبه منهم هيعملوا سيلكشن لانهي وورد في هنستخدم هنقراها او هنكتب فيها، فلازم يبقى في حبه برضه يروحوا للكولوم ادرس. فمن الاخر الكي ده الادرس بيتس هيتوزعوا على الرو ادرس اللي هي هنسميها اكس اللي هي عدد البيتس هنا، وهيتوزعوا على الكولوم ادرس ودول هيبقوا اسمهم واي. ماشي، تعالوا كده بس نوزع عدد البيتس وخلاص. فاتفقنا الكولوم ادرس هتاخد واي بيتس، فتوزع من 0 ل 1، من 0 ل واي ماينس 1. تمام، على حسب بقى انت عايز انهي وورد في الحاجات في الحاجات الفيرتيكال دي، فهتقوم مختار البلوك اللي انت هتقرا منه او هتكتب فيه. تمام، المفروض هنا لو دخلنا واي بيتس المفروض ايه اللي هيطلع هنا من الديكودر او من الكولوم ادرس؟ هيطلع 2 باور واي. لازم ال 2 باور واي تساوي عدد الوردز اللي هي محطوطه هنا، والا الموضوع ده مش هيبقى ليه لازمه. يعني لو احنا جبنا ال 2 باور واي هتبقى اكبر، يبقى احنا جبنا كده كاننا بنأكسس مثلا 10 وردز وهم اخرهم 8، ولو جبناها اصغر يبقى احنا مش بنأكسس كل الوردز. فلازم يبقى ال 2 باور واي تساوي عدد الوردز اللي موجوده، ففي الاخر ال 2 باور واي هتساوي الجي، فلو خدنا لوج 2 للجي هتساوي الواي. تمام، فكده احنا خدنا عدد البيتس من 0 لواي ماينس 1. المفروض اتفقنا ان الكي اللي هو عدد البيتس كلها هتساوي اكس زائد الواي، فالمفروض لو رحنا للرو فيبقى البيتس باديه من الواي لغايه ما توصل للكي ماينس 1، فكانها خدت الاكس بيتس اللي هم في الاخر كانها كي ماينس 1 يعني. فلو حد حسب عدد البيتس دول هيلاقيهم كي ماينس واي في الاخر، كي ماينس واي انا قلت في الاول غلط. ماشي، حد مش فاهم احنا المفروض عملنا ايه في الشكل ده؟ يعني كل ده ايه الهدف من حاجه زي كده؟ ان احنا في الاخر عايزين نقربها من شكل السكوير يعني، او نقربها من ريكتانجل مثلا 8 بيتس و9 بيتس، لكن ما تبقاش حاجه بالمنظر ده، ما تبقاش مثلا 2 باور مثلا 30 وهنا مثلا 8 بيتس، هيبقى شكل الميموري مش ظريف يعني. فلما جينا نقسمها بكده فيبقى شكلها احسن يعني. تمام، حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ هو الكولوم ادرس من 0 لواي ماينس 1 ده ليه؟ لان اتفقنا في الاخر احنا ما بقاش عندنا وورد واحده في اللاين في يعني هنا عندنا جي ووردز، عندنا 0 و1 و2 و3. احنا في الاول والاخر احنا لو هنقرا وهنكتب هنقرا في 1 وورد او هنكتب في 1 وورد. تمام، احنا عايزين نسلكت دلوقتي الرو. لو رو مثلا افترضنا ان اول واحده دي بهاي او الورد لاين ده بهاي، في بس مسميات عايزين لازم ناخد بالنا منها. الحاجات اللي بتبقى جايه من على الشمال دي بتبقى اسمها وورد لاين. تمام، لو دي بهاي كانها بتخلي ان انت ممكن تقرا من كل الوردز دول يعني من 0 لغايه جي ماينس 1، فدول بقوا بالنسبه لك كلهم ممكن تقرا منهم. الكولوم ادرس ايه لازمته؟ هو بيحدد انت هتقرا انهي واحده فيهم، لان احنا لازم سواء نقرا او هنكتب واحده بس، فهو بيحدد انهي واحده فيهم هتتقرا او هتتكتب. تمام، فهو الادرس بتاعه هو الواي، يعني هو الواي عشان يختار الجي ووردز يعني. لا، علشان يختار وورد واحده يعني. مثلا لو افترضنا الواي دي مثلا واحده، عشان يختار واحده من الجي ووردز يعني، بمعنى اصح الجي ووردز دول اللي بيختارهم هو الواي، فعشان كده متسمي كولوم ادرس. والرو وانهي سطر فيهم اللي هنختاره يعني انهي جي ووردز هيتم اختيارهم عن طريق الرو ادرس. ايوه تمام. طب عندي سؤال، طب وهو الرو بقى اللي هو بيختار اللي هو ليه من واي لكي ماينس 1؟ انا عندي كي روز مش كده؟ لا احنا ما عندناش كي روز، احنا الادرس بنعبر عنه بكي. الادرس هنا يعني لو طلعنا فوق الادرس فوق كان هو بس الخطوط دي. ليه؟ لان احنا في الاول والاخر عندنا وورد واحده، فما فيش ادرس هنا يعني. القصد اول ما مثلا تبقى لو السطر ده الاولاني ده بون، فانت هتقرا وهتكتب الورد دي، مش محتاج حاجه غيرها. تمام، بس لو رحنا للشكل التاني لا، فانت عندك كذا وورد في السطر الواحد، فاحنا محتاجين نقرا واحده منهم بس، فعلشان كده احنا محتاجين الكولوم ادرس ده. الكولوم ادرس ده بمعنى صح يعني لو احنا كان عندنا هنا كي بيتس، فهم توزعوا الكي كلهم هنا، لان احنا ما فيش هنا ادرس بالنسبه للكولوم يعني. لكن بالنسبه للشكل اللي هو ده، فانت هنا عندك بيتس هتختار منها الرو وبيتس هتختار منها الكولوم، فمحتاجين ان الكي ككل بقى تتوزع على الاكس والواي. الاكس ده الرو والواي ده الكولوم. تمام، اوكي بس عشان نقدر نختار انهي وورد احنا عايزين، لان زي ما قلت لكم احنا بنقرا او بنكتب في الاخر وورد واحده.
طيب يعني الكي ماينس 1 دي كده المفروض تبقى كي ماينس واي بقى ولا ايه؟ لا دي هتبقى كي ماينس 1. ليه؟ لان في الاول والاخر انت احنا عندنا كي بيتس صح؟ احنا عندنا كي وورد لاين كي عن لا ما عندناش كي وورد لاين، احنا عندنا كي بيت ادرس. يعني كل وورد عبارة عن كي بيتس. يعني ايه كل وورد؟ يعني الزيرو دي اللي هو الخانة المكتوب فيها الزيرو دي عبارة عن كي بيتس؟ لا مش كي بيتس، دي عبارة عن ام بيتس اللي هي مسؤولة على الانبوت والاوتبوت. تمام، دي اللي هي ثابتة ما بين الميموري دي واللي قبلها. لازم تكون ثابتة لان الوورد مش يعني المساحة بتاعتها مش هتغير، بس هي ممكن تبقى 8 16 على حسب. يعني اوكي قصدي ان المفروض يعني الوورد 0 دي فيها 8 بيتس مثلا، يعني لو فرضنا فيها 8 بيتس. تمام. انت احنا بنسلكت طبعا الوورد كلها، مش بنسلكت بيت واحد، فهو بمعنى صح كانك هنا عندك كام بيت لاين بقى في الوورد الواحده؟ كم بيت لاين في الوورد الواحده. انا عايز اخرج الورد كلها على بعضها، فهو المفروض وان بقى هي هي لا هيبقى عندك 8 بيت لاين، لان هو من عندي اسمها 8 بيت لاينز عشان اخرجها كلها على بعضها بفتحهم كلهم مع بعض يعني. بالظبط بالظبط. اوكي بس تمام. اللي يحصل بمعنى صح، يعني انا بس للاسف انا ما خدتش بالي ان انتوا مش هتبقوا فاهمين قوي، فتعالوا كده نشوف. لو احنا مثلا خدنا اول سطر ده، لو افترضنا مثلا اول سطر هو اللي كان اون، يعني الورد لاين بمعنى صح البيتس دي جت تختار الزيرو، فكل الورد دول بقى ممكن نختارهم. احنا عندنا ايه مش الشكل ده، المفروض هنا عندنا 8 بيت لاين نازلين فيرتيكال كده، نازلين من اول وورد لغايه اخر وورد في اول لاين ده، او في اول كولوم. تمام. تمام، نفس الكلام هنا عندنا برضو 8 ماشيين من رقم واحد لغايه الوردز كلها اللي تحتيها لغايه ما تطلع الاوتبوت. نفس الكلام هنا عندنا 8 وهكذا لغايه ما نوصل لاخر كولوم. تمام، انهي بقى انهي اللي هيحدد احنا هنختار الكولوم انهي ادرس بقى. بالظبط، انهي 8 في اللي نازلين دول كلهم هو الكولوم ادرس، هيحدد احنا هنختار دي ولا دي ولا دي وهكذا لغايه اخر واحده. يعني انا لما هاكسس الرو كلهم هيخرجوا، بس انا بالكولوم ادرس بقى هاخد الاوتبوت الاخير بتاعي، هو ده اللي هيخرجه لي، هو بالظبط ده اللي هينقيه لي. بالظبط، تمام. وبيبقى مختلف بقى الاركتكتشرز وكده، بس احنا مش هندخل في التفاصيل دي يعني، بس انا قصدي عشان الناس تفهم احنا المفروض كشكل عام ايه اللي بيحصل. تمام شكرا يا باشمهندس. ماشي، فمن اول واخر احنا عندنا كي ادرس بيت بيتقسموا لحتتين، بيتقسموا لواي واكس. الاكس ده بيعبر عنها بالرو، والواي بنعبر عنها بالكولوم ادرس. فاحنا بس افترضنا ان الكولوم ادرس هنبتدي هو 0 وهيخلص عند الواي ماينس 1، لان عدد البيتس اللي جواها هي واي، فلازم تبتدي ب 0 وتخلص عند الواي ماينس 1. بالنسبه للرو ادرس ممكن تكتبها بطريقتين، ممكن تقول هتبتدي من 0 وتخلص عند الاكس ماينس 1، او تبتدي بقى من البيت اللي بعد دي اللي هي تبقى ساعتها واي وتخلص لغايه الكي ماينس 1، لان اوفرول جمع البيتس دول زائد دول المفروض يدينا كي. لو جينا جمعنا الدول زائد دول هيدينا كي يعني. تمام، لان في الاول والاخر عندك هنا واي بيتس وهنا عندك اكس بيتس، وفي الاخر اكس زائد واي لازم اكس زائد واي لازم تساوي كي. تمام، بس كلامك صح، ممكن هنا نكتب فعلا من 0 لغايه اكس ماينس 1، وبعد كده نيجي هنا نكتب من الاكس لغايه الكي ماينس 1، يعني ممكن نكتب بالطريقتين مش هتفرق. بس ايا كان يعني دي التوزيع اللي بتتم. حد عنده سؤال او مش فاهم حاجه هنا؟ حد عنده سؤال؟ ماشي، تعالوا ندخل للشكل اللي بعديه. ليه احنا كده دلوقتي عملنا بلوك يعتبر الى حد ما شكله قرب من السكوير، طب ليه ما نعملش بلوكات تانية؟ يعني ليه ما نعملش زي البلوك ده نعمل حاجه جنبيه، فنعمل حاجه بالمنظر ده، هيبقى عندنا نفس الشكل اللي فوق، بس ايه اللي هيزيد عليها؟ يبقى بدل ما يبقى عندنا بلوك واحد يبقى مثلا عندنا 4 بلوكات. ماشي، ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ برضو احنا عندنا كي بيتس، فاحنا عدد البيتس كلها كي، هتتقسم دلوقتي لثلاث حاجات. فاحنا دلوقتي عندنا ادرس بيتس هي عددها كي، هتتقسم لثلاث حاجات، هتتقسم للواي والاكس اللي احنا كنا مقسمينه قبل كده، اللي هي الاكس اللي هي الرو، والواي اللي هي كولوم ادرس عادي خالص، وحاجه اسمها زد. الزد دي بنعبر عنها بلوك ادرس، بمعنى تاني يعني الاكس بيتس المفروض هيبقوا داخلين هنا. زي مثلا احنا دلوقتي عملنا سيلكشن للزيرو، فالمفروض اول عدد ووردز هنا هيبقوا هم اللي كلهم ممكن نقراهم، صح؟ صح ولا ايه؟ اول عدد ووردز في البلوكس كلها ولا في اول بلوك بس؟ يعني خلينا نمشي في اول بلوك، في البلوك زيرو المفروض دول اللي نقدر نقراهم، صح؟ نفس الكلام فعلا، ممكن برضو بنفس الطريقه دي نقرا اول برضو عدد ووردز في اول بلوك، في بلوك 1
وبلوك 2 وبلوك 3. فزي ما انت قلت فعلا احنا هنقدر نقرا الوردز كلهم اللي هم موجودين هنا تمام. بس ايه الاختلاف اللي حصل دلوقتي؟ احنا بدل ما كنا بنسلكت جي ووردز احنا بنسلكت جي ووردز في عدد البلوكس صح؟ اه. فاول حاجه احنا عايزين بس نشوف انهي وورد اللي هنقراها. فبالنسبه للكولوم ادرس هو اللي هيقدر يحدد لنا انهي وورد اللي احنا هنقراها من الجي ووردز اللي احنا اخترناهم. وبعد كده البلوك ادرس هيحدد انهي بلوك اللي احنا هنقرا منه فعلا، يعني هنقرا من بلوك 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3. يعني اللي هو الخط بتاع الكولن ادرس ده هيخرج لي اربعه، او هيخرج لي عدد البلوكس في الوردز، يعني هيخرج لي اربعه ووردز مثلا عشان هنا عندي اربعه بلوكس، فيخرج لي اربعه ووردز. وبعد كده البلوك ديكودر ده هو اللي يختار انهي وورد اللي هخرجها بقى في الاخر. بالظبط بالظبط كده كلامك صح. فالبلوك ادرس مثلا هيسلكت البلوك ده تمام، والورد لاين مثلا هتسلكت اللاين ده، وساعتها الكولوم ادرس هيسلكت الورد دي تمام. واتفقنا في الاول اخر احنا بنعمل سلكشن للورد، فاحنا بنعمل سلكشن لام بيتس، فلازم الانبوت والاوتبوت يبقى عددهم ام بيتس. ساعتها بقى هيوصلوا على امبليفاير، سواء سنس امبليفاير او درايفر، سواء احنا عايزين نعمل ريدنج او رايتنج. ماشي، حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ ماشي، تعالوا نشوف المثال ده. ده كان في المحاضره، ومفروض برضو في سؤال على الشيت، فاحنا هنحل الاثنين. بس تعالوا نمشي واحده واحده علشان نفهم. اول حاجه بيقول لنا ان احنا عندنا 8 ميجا بيتس اس رام بايت ادريسبل. يعني ايه بايت ادريسبل؟ يعني بمعنى صح الورد بتاعتها هتبقى 8 بيتس، يعني كانه بيقول لنا ان الام هي ب 8. وفي نفس الوقت بيقول لنا الماكسيمم بلوك سايز هيساوي 256 كيلو. ماشي، فتعالوا بس نحول الارقام دي ل 2 باور عشان بتبقى اسهل مش اكتر. يعني فال 8 ميجا عندنا الميجا ب 2 باور 20، وال 8 دي ب 2 باور 3، ف 2 باور 3 في 2 باور 20 هتبقى 2 باور 23. فاحنا عندنا 2 باور 23 اس رام بيتس. وخدوا بالكم دي بيتس مش وورد. لو عايزين نجيب عدد الوورد او البايت بقى، فساعتها هنقسم على 2 باور 3، لان البايت في الاول والاخر هي 8 بيتس اللي هي 2 باور 3، فيبقى 2 باور 20 بايت او 2 باور 20 وورد، لان هي بايت ادريسبل. المهم هو بيقول لنا الماكسيمم بلوك سايز اللي يقدر يستحمله هي 256 كيلو. لو جينا نحسب 256 كيلو، فالكيلو يعني 2 باور 10، وال256 يعني 2 باور 8، فمن الاول للاخر بلوكس البلوك بيتس هيبقى عددهم 2 باور 18 تمام. ده البلوك بيتس. وبالنسبه للام فزي ما قلت لكم هتبقى 8 بيتس اللي احنا بنسلكت وورد واحده اللي هي 8 بيتس، بس في الاول والاخر بنعبر عنهم بثلاثه يعني 2 باور 3 تمام. فبالنسبه للبلوكس بقى هنقدر نحسب البلوكس ازاي؟ احنا اتفقنا البلوك يقدر يستحمل 2 باور 18 كل بلوك، البلوك الواحد. فعلشان نشوف عدد البلوكس فهنقسم عدد البيتس الكليه اللي هي 2 باور 23 على 2 باور 18، وهتطلع في الاخر 2 باور 5 بلوك. يعني احنا عايزين 32 بلوك خلاص. فبمعنى صح البلوكات هيبقى عندنا 32 بلوك. عايزين بقى نشوف البيتس متوزعه فيهم ازاي. مفروض احنا دلوقتي خدنا 32 بلوك يعني 2 باور 5، فالزد هتبقى 5 بيتس، والزد زي ما قلت لكم اللي هي البلوك ادرس. عايزين بقى نحسب الرو ادرس هيبقى كام والكولوم ادرس هيبقى كام. مفروض ان احنا قلنا البلوك الماكسيمم بلوك سايز بيبقى 2 باور 18، فعلشان نقسمها حاجه سكويرد فممكن نخليها 2 باور 9 رو ادرس و2 باور 9 كولوم، او 2 باور 9 كولوم ادرس، او بلاش اقول كولوم ادرس، 2 باور 9 للرو و2 باور 9 للحته دي اللي هي بعد كده نشوف هتترجم ازاي لكولوم. فهنقسمها 2 باور 9 رو، فال9 بيتس دول هنقدر نحسب منهم الرو ادرس اللي هو الاكس. هيبقى لنا 9 تانيين هنقدر نجيب منهم الكولوم. بس السؤال بقى، احنا هنا كنا بنسلكت وورد ولا بيتس؟ لا كنا بنسلكت وورد من الكولوم. بنسلكت وورد، يعني كنا بنسلكت 2 باور 3 بيتس صح؟ يعني 8 بيتس. اللي هو الادرس في الاول ام بالظبط. فالكولوم ادرس في الاخر بيسلكت وورد، فلازم للتسعه بيتس دي سواء بقى هنكتب 2 باور 9 على 2 باور 3 اللي هي الوورد، فهتطلع 2 باور 6 ووردز. وده فعلا اللي احنا بنعمل لها سلكشن، لان احنا بنعمل سلكشن للوورد. ففي الاخر هنلاقي ان الواي 6 بيتس تمام. حد مش فاهم الحته دي؟ يعني تمام. بس حضرتك جبت الام هنا منين اللي هي الـ 8 بيتس اللي هو الوورد؟
هو كان قايل اس رام بايت ادريسابل. بايت ادريسابل يعني يعني الورد الواحده 8 بيتس. وهو عشان اس رام فهم 2 باور 3 ووردز يعني. لا لا عشان هو قال بايت ادريسابل يعني انت يعني انت هتاكسس بايت واحده او سواء هتقرا او هتكتبها. تمام. هي 8 يعني بيتس يعني الورد عباره عن بايت يعني. بالظبط بالظبط كده. فعشان كده قلت الورد فعشان كده قلت الام هتبقى 8 بيتس اللي هي بعبر عنها ب 2 باور 3. تمام. بس القصد ان في الاخر الواي اضطرينا نخصم منها عدد البيتس. ليه؟ علشان احنا بنقرا وورد يعني الحاجات اللي احنا فرضينها دي كنا بنتكلم على وورد ما بنتكلمش على بيتس. تمام. طب اسالكوا سؤال، لو هنا مثلا بيقول لنا ان الوورد 1 بيت فساعتها هيبقى عدد الواي بكام؟ هو عدد الكولنز بقى. بالظبط هيبقى ب 9 على طول. تمام. حد عنده سؤال لغايه هنا؟ باشمهندس يعني انا عندي كام كولوم كده؟ انت كده عندك الواي بيتس دي عددها 6، يعني 2 باور 6 كولوم، 2 باور 6 كولوم بالظبط في للبلوك الواحد. البلوك الواحد البلوك الواحد بس نفس الوقت وانت بتعمل سيليكشن بتسلكت ايه؟ بتسلكت وورد كامله. وانا مش فاهم دي هتفرق في ايه، عشان انا الكولوم اصلا بيختار مثلا عندي كان عندي وورد 0 وورد 1 لحد وورد جي ماينس 1، انا كان الكولوم ماشي. ادرس بيختار لي واحده من الرو بتاع الووردز ده، بيختار وورد واحده، والووردز بقى باخد وورد واحده بقى بعمل عليها السنسنج او الدرايفنج ده، صح ولا بالظبط كلامك صح. فرقت بس لو فرقت انت ماشي كمل اتفضل. لا قصدي فرقت في ايه يعني، ده سؤال. ما بص هو المشكله ان هو بيقول لك الماكسيمم بلوك سايز قال لك 256 كيلو بيتس. احنا بنتعامل مع بيتس ولا مع وورد؟ احنا جوه الميموري بنتعامل مع الووردز. بالظبط. فاحنا لازم نحولها لورد، فعلشان نحولها لورد كاننا نقسم ده على 8 علشان نشوف فيه كام وورد. فلو قسمنا ده على 8 فكاننا قسمنا 2 باور 18 على 2 باور 3 فيطلع لنا 2 باور 15 وورد. لو دي هتبقى اسهل على فكره، ممكن تحسبها كده يعني. تعال نفرض الماكسيمم بلوك سايز هيساوي 2 باور 15 يعني. بس الطريقه دي ما ينفعش نعملها الا يعني ما انا صح. لو هتخلي الاس رام كلها بايت يبقى لازم تحول البلوك هو كمان لبايت. لو هتخليها بيتس لازم تشتغل هي البلوك سايز يبقى هو كمان بيتس. ماشي. تعال كده نفكر مع بعض. احنا دلوقتي عندنا 8 ميجا، عندنا 2 باور 23 اس رام بس عددهم بيتس مش وورد. لو عايزين قسمها على نحسب 2 باور 3 2 فتبقى باور 3 عدد الوردز 2 باور 20 و 2 باور 20 بايتس. بايتس او بيتس او وورد، لان في الاول والاخر هما هي الوورد بايت بايت ادريس. ايوه. تمام. طب حلو. البلوك بقى بيشيل 256 كيلو بيتس يعني بيشيل كام وورد؟ هقسمه على 2 باور 3 يعني 2 باور اللي 15. هو 2 باور 15. 2 باور 15. فلو جيت قسمت 2 باور 20 8 لا 2 باور 20 بايت اس رام على الماكسيمم بلوك سايز اللي هو 2 باور 15 فيطلع لك في الاخر كام؟ 2 باور 5. 2 باور 5 اللي هو عدد البلوكات. وده فعلا لازم يحصل يعني اهو. تمام. فدي ما فيهاش اختلاف، ودي مش المشكله اللي انت كنت بتسال عليها. تعالى بقى نرجع تاني انا بس كنت انا قلتها ليه؟ علشان ما حدش يتلخبط. اللي انا هقوله دلوقتي ممكن يلخبط شويه. انا دلوقتي هحول البلوك هحوله لبايت، او بمعنى صح هحوله الوورد بلاش بايت، لان هنا بس المثال ده كان بايت ادريسبل. بس انا هحول البلوك هحوله لبايت. فانا مش عايز الناس تتلخبط وتقوم قاسمه ال 8 ميجا بيت اس رام على الماكسيمم بلوك سايز وهو بايت، لان دي مش هتبقى صح. فلازم لو هنقسم بيت يبقى نقسمها على بيت، ولو هنبقى بايت يبقى نقسمها على بايت. علشان كده انا قلت لك لو هتحول الماكسيمم بلوك سايز للبايت يبقى لازم برضو الاس رام تحولها لبايت وتقسمهم على بعض. تمام. بس خلينا نكمل في اللي احنا كنا لسه بنقوله. احنا وصلنا فعلا سواء قسمناها بالبيت، فلو قسمنا 23 على 2 باور 18 فيطلع 5، ولو قسمنا برضو اللي هي 2 باور 20 على 2 باور 15 هيطلع 5. فاحنا البلوكات مش مختلفين. تعالى بقى دلوقتي انا بقول لك الماكسيمم بلوك سايز هيبقى 256 كيلو بيتس، يعني كام يعني كام بايت او كام وورد؟ هيبقى 2 باور 15. تمام. انت ممكن تقول لي انا هقسم ال 2 باور 15 على يعني اقسمهم السكويرنج، فمثلا هدي واحده 8 وهدي واحده 7. تمام مفيش مانع. بس في نفس الوقت ما تنساش ان انت هنا بتسلكت وورد، يعني انت معاك 3 بيتس زياده في ككولوم ادرس يعني، او ككولوم انت كده بتسلكت 3 زياده.
لان انت لان انا انت عايز عندي 2 باور 8 و 2 باور 7 صح؟ ده عندك اللي يعني 2 باور 8 و 2 باور 7 احنا وصلنا لو احنا بنتكلم على البايت. بس السؤال هنا، هل انت فعلا هتسلكت 2 باور 7 من الكولوم ولا هيبقى 2 باور 10؟ لان خد بالك انت دلوقتي بتسلكت 2 باور 7 وورد او ما ماشي. طب خلينا نرجع معلش تاني عشان ممكن نكون اتلخبطنا. احنا اتفقنا نوصل ل 2 باور 15 صح؟ اه ماشي. هنقسمها للرو هتبقى 8 وهندي للكولوم 7 لو احنا عايزين نقسم حاجه سكويرنج، يعني ده اكتر حاجه نقدر نعملها. ماشي ماشي. الرو ما فيهاش مشاكل، هي بقت 8. هل الكولوم هيبقى 7 ولا هيبقى اكتر؟ خد بالك احنا دلوقتي بنسلكت 1 وورد مش 1 بيت. انا خدت 2 بور 8 للكولوم عادي للرو عادي كده، بالظبط ده بيختار لي كده، هو اختار لي يعني 8 بيتس، اقدر اختار الرو اللي فيه عدد ووردز بقى بالظبط. اه اللي هو بالظبط تمام. بمعنى اصح، والواي بقت بكام؟ الواي بقت ب7. بقت 7 احنا 7 عندنا بيتس 7 بيت، بس احنا نقدر نختار كام وورد هنا؟ هو ده ما هو ده بقى طول ال بقى يعني بقى الرو فيه بقى فيه كل الوردز، يعني قصدي يعني بقى فيه 2 باور 7 ووردز 2 باور 7 صح؟ وورد بالظبط. بالظبط. بس في كام بيتس؟ 2 باور 7 في 2 باور 3 عشان 2 كل باور 3 وورد فيها يبقى 8 بت بالظبط، يعني 7 زائد 3 اه يعني 2 باور 10 اه يعني 2 باور 10. فكأنك هنا قسمت الميموري زي كأنك قسمتها 2 باور 10 بيتس وهنا 2 باور 8 بيتس. فهل ده منطقي؟ هل دي سكوير في الاخر؟ ما لا ممكن كده هناخد بيت بقى من الكولوم ونحطها في الرو. بالظبط. فكاننا عندنا 9 و9 بس في نفس الوقت الواي بيتس ده بيعبر عن كانك بتختار وورد كامله مش بيت واحده. فعلشان كده بنضطر في الاول والاخر، يعني احنا بنقسمه يعني في الاول والاخر احنا ليه بنقسمه في الاول بدل ما نحسب الوورد الاول؟ يعني ليه بنقسم، يعني بمعنى صح ليه قسمنا 2 باور 18 لسكوير بدل ما كنا نحسب عدد الووردز وبعد كده نقسم سكوير؟ لان احنا عارفين ان الوردز هتاثر على الحاجات الفيرتيكال مش هتاثر على الهوريزونتال خالص، هي هتاثر على الفيرتيكال. هتزود الفيرتيكال بالنسبه للسؤال اللي احنا بنتكلم فيه عشان هو بايت فهتزوده 3 بيتس. فاحنا المفروض نبقى عارفين كده ان في 3 بيتس المفروض هيتشالوا للورد. فعلشان كده احنا بنقوم مقسمينها الاول بعد كده نقوم شايلين الثلاثه فهترجع 6. انا مش عارف وضحت لك ولا لا كده تمام ولا في حاجه لسه. هي ماشي ماشي، وضحت ان كده بختار ب يعني بستة ماشي، يعني اختار بستة بيتس، بس انا كده برضو قلبتها مش سكوير، يعني انا بقى خليت بقى تسعة من الرو وستة من الكولوم صح ولا انا كده؟ ايوه بالظبط كلامك صح. يعني انت فعلا عندنا هنا 9 بيتس فهيطلع لك هنا 2 باور 9 روز او 2 باور 9 وورد لاين. تمام. ماشي. وهيطلع لك كام بيت لاين؟ انت احنا قلنا الواي هتساوي 6 فمفروض يطلع لنا 2 باور 6 صح؟ بس 2 باور 6 دي بتتسلكت وورد ولا لا ولا بيت؟ سيلكت وورد سلكت وورد. الوورد فيها كام بيت؟ فيها 8 فيها 8 يعني 2 يعني باور 3. فكانك الورد الواحده واحدة رجعت متقسمه بقى لل 2 باور 9 بالظبط. ففي الاخر كانك هنا عندك 2 باور 9 اوفر اول يعني تمام. تمام. بس الواي بيتس ده بيحدد للورد مش بيحدد للبيت، علشان كده اضطرينا نخصم منه 3 في الاخر او على حسب الورد هتبقى كام يعني مش اكتر. تمام تمام شكرا. ده اتفهمت ولا في حاجه تانية؟ انا فهمتها اهو. تمام ماشي. حد عنده سؤال قبل ما نروح ده كان السؤال في المحاضرة، احنا ممكن بقى نتكلم على السؤال اللي في الشيت بس قبل ما نروح حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ ماشي. تعالوا بقى نروح للسؤال اللي في الشيت. ده سؤال 17 بيقول لنا عندنا سنجل بورت. يعني ايه سنجل بورت؟ يعني بمعنى صح المكان اللي هنقرا منه هو اللي هنكتب منه مش هيختلف. يعني قصد ما عندناش تو بورتس، واحد بيعمل ريدنج واحد بيعمل رايتنج، الاثنين هما بيبقوا واحد. المفروض هي 512 كيلو بيت ميموري، فخد بالكم اديها لنا بالبيتس. وبيقول لنا متقسمه على 4 بلوكس. عايزين نعمل اللي هم يبقوا اولموست سكوير فيو، وهقول لكم ليه مكتوب اولموست يعني. وفي نفس الوقت عايزين نرسم البلوك دايجرام، وعايزين نحسب الرو ادرس والكولوم ادرس، وعايزين نحسب البلوك ادرس، وعايزين نحسب الانبوت والاوتبوت بورت.
ماشي. اول حاجه هي 512، 512 دي كيلو، الكيلو يعني 2 باور 10 وال512 2 باور 9، فمن الاول والاخر احنا عندنا 2 باور 19 بيتس. 2 باور 19 بيتس ممكن نقسمها ل 2 باور 16 ووردز، وهفترض ساعتها ان الورد بتبقى هي بايت ادريسابل برضو، فيبقى عدد فيبقى الام ساعتها بكام؟ فالام ساعتها بنتكلم على بالظبط 2 باور 3، فالام هتبقى في الاول والاخر هتبقى 3 لان احنا بنسلكت 8 بيت للورد ماشي. وهو اصلا قال لنا ان احنا متقسمين لاربعه بلوكس، يعني هو ما سابلناش ان احنا نحسب عدد البلوكس كام، فاحنا عندنا كام الزد هتبقى بكام بقى ساعتها؟ هتبقى لوج 2 لاربعه اللي هي هتبقى 2 على طول، فكده الزد خدنا لها 2 بيتس ماشي. خدنا لها 2 بيتس من ال 16 ولا من ال 19؟ لو احنا عايزينها كبيتس يعني المفروض من 19، من 19 بالظبط. فاحنا عايزين بقى نحسب عدد البيتس. هو بص انا كاتب هنا عدد البيتس لكل بلوك، فهنقسم ال 2 باور 19 على 2 باور 2 اللي هي تبقى 2 باور 17 بيتس. حلو، احنا مقسمينها بيتس ولا وورد؟ احنا مقسمينها بيتس. ففي الاول والاخر هنروح عايزين نقلب ال 2 باور 17 ده تبقى سكويرنج، فممكن مثلا حد يقول انا هخليها 2 باور 9 و 2 باور 8. وبالنسبه للحل ففي هنا يبقى حلين، انا هقسمها 2 باور 9 و 2 باور 8، مرة هخلي الـ X بـ 9 ومرة هخلي الـ Y بـ 8 ماينس 3 ماشي. أو حد ممكن يقول يعني لا أنا هخلي الـ X هي اللي بـ 8 وهخلي الـ Y بـ 9 ماينس 3 فهتطلع 6 بيتس تمام. فعشان كده ماينس 3 عشان أنا بايت أدريسابل؟ نعم آه بالظبط، ماينس 3 عشان إحنا افترضنا إحنا بايت أدريسابل بالظبط. وفي نفس الوقت هنا احنا فرض هو في السؤال قال لك almost square view، مش شرط يبقى square view لان هو كده هو مش square، مش square ليه؟ لان احنا عندنا 9 و8 تمام. حد مش فاهم الحته دي؟ هي نفس الفكره زي المره فاتت بالظبط، زي ما انتم شايفين عملنا الواي 8 ماينس 3، يعني لو حد هيتلخبط يحلها على طول كلها بالبيتس، بس ما ينساش ان هو بشغال بالبيتس لازم يقسمهم الاول بعد كده يشيل عدد البيتس للورد اللي اتاخدت علشان يقدر يجيب الواي يعني تمام. تعالوا نرسمها بس بسرعه. هو قال لنا اربع بلوكات، فاحنا عندنا بلوك 0 بلوك 1 بلوك 2 بلوك 3، كل بلوك منهم هيقدر يشيل 2 باور 17 بيتس، فبمعنى اصح عدد البيتس كلها اللي جوه البلوك ده 2 باور 17. انا هفترض بس ان السوليوشن الاولاني هو اللي انا برسمه، فيبقى الرو ادرس هيبقى عندنا 9، فهتطلع لنا وورد لاينز عددهم 2 باور 9 اللي هم هيبقوا 512 يعني. بالنسبه للواي فالمفروض هتطلع 5، بس ال 2 باور 5 دول زي ما اتفقت معاكم هي بتسلكت وورد ولا بيت. سلكت وورد بالظبط كده، بتسلكت وورد. لو عايزين نشوف كام احنا كام بيت يعني، فساعتها هتبقى 2 باور 5 زائد 3 اللي هي 2 باور 8 اللي هي اصلا حاسبينها من الاول تمام. بس هي الواي بتعبر على كل ادرس واحنا بنسلكت الورد، علشان كده بنعمل ماينس البيتس بتاعت الورد تمام. وهنا برضو هيبقى والام بيتس هنا هتبقى 3 والانبوت والاوتبوت يعني قصدي 2 باور 3 يعني اقصد ام بيتس يعني المفروض هنا هتبقى 8 بيتس عشان انبوت اوتبوت هيبقى 8 بيتس، بس قصدي 2 باور 3 يعني تمام. حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ هو كده في الزد بيتس المفروض داخله على اي في الصوره؟ انا قصدي بقى يعني المفروض هو عباره عن اكنه ملتيبلكسر كبير صح، مدخل الانبوت بتاع الاربعه بلوكس او معنى صح. هو ديكودر برضو، لو عندك هو عنده 2 بيتس، فلو هو 0 0 هيسلكت بلوك 0 اللي هو ده، لو هو 0 1 هيسلكت البلوك ده، لو هو 1 0 هيسلكت البلوك ده، لو هو 1 1 هيسلكت البلوك ده تمام. لان لو رجعنا مثلا للصوره اللي كانت في الاول خالص فالبلوك ده ادي ده البلوك ادرس، هو هيسلكت واحد على حسب قيمته يعني تمام. هو اللي هم ده تمام ماشي. مش انا بس في حاجه هنا ما كانتش مكتوبه مظبوطه قوي، هي دي المفروض تبقى 8 بيتس يعني اللي هي 2 باور 3. لا ممكن برضو اعدلها وارفع لكم الفايل مره تانية مع التعديل بتاع اول السكشن تمام. دي المفروض هتبقى 8 بيتس يعني، انا دي غلط، دي كتبتها غلط، اقصد ان هي 2 باور 3 تمام. مش حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟
حد عنده سؤال لغاية دلوقتي؟ ماشي. السؤال الأخير في الشيت بيقول لنا عايزين تحبوا ناخد بريك ولا نكمل؟ تحبوا ناخد بريك ولا نكمل؟ ممكن بريك شخصية. خلاص ماشي، خلونا ناخد بريك مثلا لغاية 49، لغاية يعني اللي تلت 10 تلت. ماشي خلاص تمام. أنا مش هوقف الريكوردينج يعني، بقى الناس اللي بتتفرج بقى تقدموا خلاص.
ماشي يلا يا جماعة نكمل. ترجعتوا لما حضرتك مش ناس ماشي. مفروض بقى آخر سؤال، وده هيخلينا نخلص إن شاء الله المنهج. عايزنا نتكلم، بس نتكلم على الستراكشر اوبريشن بتاعت النور روم والناند روم وال6 تي واس رام وال3 تي وال1 تي دي رام. الروم طبعا ريد اونلي ميموري، والرام راندوم اكسس ميموري، والاس دي ستاتيك والدي دايناميك. تمام. اول حاجه بس النور روم، عايزين نعرف ليه اتسمت نور. تعالوا كده ناخد الخط ده كده، فادي ده عندنا في دي دي، وبعد كده متوصل بي موس ووصل عليه كلوك. بعد كده الدرين بتاع البيموس وصل عليه 2 انموس متوصلين بالجراود ان بارلل، يعني هتبقى حاجه بالمنظر ده. الكنترول سيجنالز بتاعتهم واحده WL2 واحده WL1، فعلشان كده دي مسميه نور بسبب الشكل ده مش اكتر، لان ال WL1 و WL2 متوصلين النور اوبريشن يعني. تمام. لو خدتوا بالكم احنا اتفقنا الحاجات اللي بتبقى جايه بالعرض دي اسمها ايه؟ وورد لاينز. وورد لاينز. والحاجات اللي بتبقى جايه بالطول بتبقى بيت لاين. بيت لاين بالظبط. فعلشان كده هتلاقوا هنا مكتوبه وورد لاين وبيت لاين. تمام. فتبقى هي حاجه بتبقى بالمنظر ده، بمعنى صح ده مش ده يعني، دي حتى لو افترضنا ان الورد 8 بيتس فهي هنا مش مكمله هي 1 وورد، حتى دي يعتبر نص وورد لو احنا بنتكلم 8 بيتس. بس ايا كان عايزين نفهم الاوبريشن بتاعتها. اول حاجه لما الكلوك تبقى بزيرو ساعتها البي موس هو اللي هيبقى شغال، فيشد كل البيت لاينز كلهم هيبقوا في دي دي. تمام. لما الكلوك تبقى ب1 معنى كده ان البي موس بقى اوف، فساعتها على حسب لو وورد لاين منهم بهاي فساعتها البيت لاين اللي هي ماسكه فيها هتنزل لصفر. فتعالوا مثلا نجرب دي. لو فرضنا WL1 دي ب1، فايه اللي هيحصل ساعتها؟ الترانزستور ده هيقوم ساحب لما الكلوك تبقى بزيرو، او الكلوك قصدي تبقى ب1، ساعتها الترانزستور ده هيسحب للجراوند. ده هيفضل زي ما هو في دي دي، ده هيوصل في دي دي، ده هينزل للجراوند بسبب الترانزستور ده. فبمعنى صح لو مفيش ترانزستور يبقى البيت لاين هتفضل زي ما هي في دي دي، ولو في ترانزستور يبقى البيت لاين ساعتها هتنزل للجراوند. بس في نفس الوقت احنا ما بيبقاش عندنا ال دبليو ال واحده هي اللي بتبقى هاي، لان زي ما قلت لكم احنا بنسلكت يعني هنا زي ما اتفقنا بيبقى عندنا رو سيلكتور بيختار بس رو واحد، ما ينفعش يختار تو روز مع بعض. تمام. فعشان كده احنا بنسلكت واحد منهم بس يبقى هو اللي بيبقى هاي. تمام. فتعالوا كده لو افترضنا ان احنا عندنا الشكل ده عايزين نشوف الورد اللي هتطلع بكام. في اول وورد انا ليه انا بقول وورد؟ يعني انا مفترض مثلا ان وورد هي 4 بيتس، مفيش مانع عادي يعني، قصدي يعني مش لازم تبقى 8، ده كمثال يعني. فالمفروض هنا هتبقى 1، هنا اتفقنا وجود ترانزستور هيخليها 0، فدي 1 0 1 1. فامتى ال 1 0 1 1 هيطلع؟ ده هيطلع لو الورد لاين 0 ب 1. ماشي. ده هيبقى 0 1 1 0، ده هيبقى 1 0 1 0، وده هيبقى 1 1 1 1. زي ما انتوا شايفين هي من اسمها ريد، علشان كده احنا مش هنقدر نغيرها خالص. هو انت مجرد مثلا مخزن فيها حاجه وعايز تقراها كل شويه وخلاص، لكن عمرها ما هتتغير يعني. ال 1 1 1 1 هيفضل زي ما هو. امتى بقى بنعمل سيلكشن؟ زي ما قلت لكم لما ال دبليو ال على حسب اني دبليو ال فيهم هي اللي ب 1، ساعتها بنسلكت الورد اللي هتطلع، هي اللي بتطلع البيت لاين. تمام. حد عنده سؤال في النور؟ وزي ما قلت لكم اسمها نور على النور عشان موصلين الترانزستورز بالمنظر ده. مش حد عنده سؤال في الاوبريشن بتاعتها او شغاله ازاي او في الاستراكشر؟ وهي من اسمها احنا بس بنقرا منها، علشان كده زي ما خدتوا بالكم مفيش حاجه نقدر نكتب فيها يعني. هنروح لشكل تاني بس بدل النور اسمه ناند. نفس الكلام متسميه ناند ليه؟ تعالوا كده نمسك مثلا ده او ده، لان انا رسم اللي هو بيت لاين 3. اول حاجه الفي دي دي متوصل بي موس كلوك اهو. بعد كده الدرين بتاع البي موس واصل بالبيت لاين 3، واصل عليه 2 ترانزستور ان موس. يعني الكنترولز بتاعتهم دبليو ال 1 بار ودبليو ال 2 بار، وبعد كده كلوك بار متوصله بالجراوند، فتبقى حاجه بالمنظر ده. ليه اسمه ناند؟ علشان زي ما انتم شايفين الدبليو ال 1 بار والدبليو ال 2 بار متوصلين هم متوصلين ان سيريز يعني.
تمام. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ دبليو ال بار واحده منهم بس هي اللي بتبقى هاي عشان نقدر نسلكت وان وورد ات تايم. فتعالوا نعمل اللي كنا عملناه قبل كده، لو كلوك بزيرو فكلهم هيبقوا بري تشارجد للفي دي دي، تمام. لو كلوك بون فساعتها مفروض تعالوا نمشي في واحد واحد، فلو مشينا مثلا في ده مفروض هيتشد بزيرو لو الدبليو ال 1 بار ده بون، صح؟ صح ولا ايه؟ اه صح بالظبط. فهي هتلاقوا اللي هو نفس الكلام، لو في ترانزستور احنا اتفقنا ال WL بتبقى WL بار بتبقى ب 1، فساعتها ده هيتشد ل 0 يعني. فعلشان كده والترانزستور لو الترانزستور موجود فالبيت لاين هتفضل اللي هي ب VDD فكأنه بيمنع، تمام. يعني القصد ان اللي احنا اللي بنسلكته بيبقى WL بارز كلهم بوحيد، ما عدا الدبليو اللي احنا عايزينها بتبقى الدبليو ال بار بتبقى هي اللي بزيرو، عشان بس ممكن تلاقوا الكلام معكوس شويه في السلايد. فدبليو ال بار المفروض تبقى بزيرو، حلو. فلو دبليو ال بار بزيرو فمفروض ساعتها الترانزستور ده هيبقى اوف، فدي هتتشد ال 1، فعشان كده هنا هتبقى ب 1، تمام. هنا مثلا مفيش ترانزستور فهيقوم مشدود لزيرو، تمام. هنا برضو مفيش ترانزستور فيقوم مشدود لزيرو. فبمعنى صح لو الترانزستور موجود علشان احنا بنسلكت بالبار يعني بنسلكت بالزيرو، فمفروض يبقى الترانزستور موجود فهيمنع انها تنزل للصفر فهتطلع، فالبيت لاين هيبقى ساعتها في دي دي. فلو جينا نمشي كده ونكتبهم، لو ال دبليو ال 0 0 بار دي بزيرو فدي هتبقى 0 بعد كده 1 0 0 ساعتها دي الورد اللي هتتقري. لو بالنسبه دبليو ال 1 بار هي اللي بزيرو فهتبقى دي ب 1 0 0 1، ولو دبليو ال 2 بار هي اللي بزيرو فتبقى 0101 بعد كده هنا 0000 لان هنا مفيش ترانزستورز خالص، فعلى طول هتبقى بس هتبقى تنزل بصفار لما الكلوك تبقى ب 1 يعني، تمام. حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ لما الكلوك تبقى ب 1 ولا تبقى ب 0؟ لا لما كلوك بار تبقى ب 1 يعني الكلوك تبقى ب 0. كلوك تبقى ب 0. انا محتاج برضو محتاج اعدلها هنا، هنا مش مظبوطه قوي، مش هو مشكلة بس عشان كنترولز هنا معكوسة، ماشي. فدي برضو هعدلها وافعلكم واقول لكم بقى، هقول لكم على الجروب لما ارفعه يعني، ماشي. تمام يا باشمهندس. حد عنده سؤال لغاية دلوقتي هنا؟ حد عنده سؤال لغاية هنا؟ ماشي، تعالوا بقى نروح للميموري التانية اللي هي 6TS RAM. معلش يا باشمهندس، هو في النور برضو في كلوك فوق وكلوك بار تحت؟ بص، هو هي بتبقى اركتكتشرز يعني، هنا مثلا في الشكل ده لا، لكن في حاجات بتبقى فيها فعلا كلوك بار تحت، هي على حسب يعني قصدي مش اركتكتشر وحيد، في كذا حاجه يعني، تمام. في ناس برضو بتعمل الناند من غير كلوك بار، في اصلا ناس بتعمل الناند بيبقى الكنترول سيجنالز بتاعتهم مش بار بتبقى دبليو ال عادي، وبيسلكت الدبليو ال لما تبقى بزيرو عادي خالص يعني، ماشي. تعالوا بقى نتكلم في ال 6TS RAM. هي بتبقى عباره عن 2 انفرترز باك تو باك بالمنظر ده، وعندنا باس ترانزستور وباس ترانزستور. فطبعا ال 2 انفرتر الانفرتر بيبقى فيه 2 ترانزستور، واحد ان موس واحد بي موس، فاحنا عندنا هنا 2 و2 زائد 2 باس ترانزستور، فاوفرول بيبقى 6، عشان كده اسمها 6T يعني 6 ترانزستورز. لو حبينا بس نفكهم كترانزستور ليفل، فهيبقى عندنا ده اول انفرتر، الاوتبوت بتاعه هيدخل على الانبوت بتاع الانفرتر التاني اللي هو M1 وM2، وفي نفس الوقت الاوتبوت بتاع M1 وM2 اللي هو الانفرتر ده هيدخل على الانبوت اللي هي الكيو بار وهتدخل هنا، ماشي. وبعد كده في باس ترانزستور واصل كده وباس ترانزستور واصل كده، دي كانت روم يعني، احنا اللي هي الناند والنور دول كانوا روم يعني بنقرا منهم بس، انما دي احنا هنقرا وهنكتب، فعايزين نشوف هنقرا ازاي وهنكتب ازاي. اول حاجه عايزين نقرا، طالما عايزين نقرا يبقى بمعنى اصح كان كيو كيو بار ليهم قيمه، واحنا عايزين نعرف هما بكام. انا وهو طبعا يا هما يا اما تبقى كيوب 1 وساعتها الكيو بار هتبقى بزيرو، يا اما الكيو تبقى بزيرو وساعتها الكيو بار هتبقى ب1، فاحنا ما عندناش الا التو كيسز دول يعني، مش هنقرا الا الحاجات دي. فعشان نقرا بنعمل ايه؟ بنقوم مخلين البيت لاين والبيت لاين بار بنوصلهم لفي دي دي على 2، بس في نفس الوقت احنا دلوقتي هنقرا، صح؟
احنا عايزين نقرا قيمه الكيو والكيو بار. فالفي دي على 2 دي ما بتبقاش درايف، مش ما بتبقاش جايه من الدرايفر، احنا بالعكس هي بتبقى فلوتنج، بتبقى متوصله بعد كده بايه لو تفتكروا اتكلمنا عليه في الاول، السنس امبليفاير بالظبط. لكن في نفس الوقت هما فلوتنج يعني مش درايفنج، يعني بمعنى صح لو انت حبيت تغيرهم هيتغيروا، مش مفيش مثلا انفرتر قبلهم بيعمل لهم درايفنج لفي دي دي على 2، او ايا كان البلوك اللي قبلهم بيعمل لهم درايفنج في دي دي على 2 يعني، ماشي. فاحنا في الاول والاخر بنوصلهم هما الاثنين، البيت لاين والبيت لاين بار، بنوصلهم في دي دي على 2. ولو خدتوا بالكم في هنا بيت لاين بار وبيت لاين، علشان الاثنين بعد كده يتوصلوا بالديفرنشال امبليفاير اللي هو السنس امبليفاير يعني، فهم اثنين هيبقوا في دي دي على 2. بعد كده هنقوم موصلين ان الوورد لاين تبقى بهاي، فلما الوورد لاين تبقى بهاي قلت لكم هيبقى فيه تو كيسز، اول حاجه ان الكيو تبقى بهاي والكيو بار تبقى بلو. فتعالوا نفترض ان الكيو هاي، فلو الكيو هاي المفروض الاوتبوت بتاع الانفرتر التاني يروح على الانفرتر الاولاني، فالام 1 هو اللي ساعتها هيبقى اون، صح؟ فالام 1 هيبقى اون وهيبقى طبعا متوصل بالجراوند، وبالنسبه للام 2 هيبقى اوف فكانه مش موجود. بالنسبه للكيو بار فهي كانت بزيرو، فام 4 هو اللي موجود، ماشي. فكده عندنا ام 4 وام 1 بالنسبه للانفرترز، وطبعا عشان الدبليو ال ب 1 او بهاي يعني، فالام 5 وام 6 موجودين، ماشي. فهي المفروض هتبقى حاجه بالشكل ده. احنا وصلنا البيت لاين والبيت لاين بار تبقى بفي دي على 2، المفروض البيت لاين والبيت لاين بار كده وصلوا في دي دي على الاثنين. المفروض ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ الكيو احنا افترضنا في الاول انها هتبقى هاي، فهتبقى متوصله في دي دي، والكيو بار كانها بزيرو، فعشان كده اكيد هتبقى متوصله عن طريق ام 1. واتفقنا ان البيت لاين والبيت لاين بار دول مش معمول لهم درايفنج، دول حاجه فلوتنج. ففي نفس الوقت هنلاقي ان البيت لاين بار دي بيبدا يبقى التشارجز تقل منها، فقيمتها ابتدت تقل عن في دي دي على الاثنين، فالبيت لاين بار هتقل. اما بالنسبه للبيت لاين فهي اصلا هي متوصله بالفي دي دي وبتشحن، فساعتها هتبقى قيمتها هتزيد عن في دي دي على الاثنين. هنوصلهم على طول بالسنس امبليفاير، وزي ما قلت لكم اسهل حاجه فيه ان هو يبقى ديفرنشال، وساعتها على طول هنقدر نقرا ان الكيو فعلا عليها في دي دي والكيو بار فعلا عليها زيرو، ماشي. بالنسبه للبيت لاين فهي بتتقري عن طريق ام 4 وام 6، بالنسبه للبيت لاين بار فاللي بيأثر فيها هو ام 5 وام 1. تعالوا نفترض الكيس الثانيه، لو افترضنا ان الكيو هي اللي بصفر والكيو بار هي اللي في دي دي، انهي ترانزستورز من دول هيكون اون؟ احنا عايزين الكيو تبقى بزيرو، فمفروض الام 2 هو اللي هيبقى موجود، والكيو بار ب 1 فمفروض الام 3 هو اللي موجود. فعندنا ام 3 مع ام 6 ومعانا ام 2 مع ام 5، فهنلاقي ان البيت لاين دي المفروض متوصل عليها في دي دي ومتوصل معايا ام 6 وام 3، فالام 3 هيبدا يشدها للجراوند، ففي دي دي على 2 هتبدا تقل شويه. اما بالنسبه للبيت لاين بار فهي برده متوصله في دي دي على 2، بس بتشحن من خلال ام 2 وام 5، ليه؟ علشان الكيو اتفقنا انها بصفر، فالمفروض ساعتها البيت لاين بار هيزيد. برده هنعديها على السنس امبليفاير، فهنقدر يعني نقرا ان الكيو عليها 0 والكيو بار عليها 1، تمام. وزي ما قلت لكم سنس امبليفاير اسهل حاجه فيه هو يبقى ديفرنشال يعني. حد عنده مشاكل ازاي هنقرا منها؟ تمام يا باشمهندس، بس هو انا ليه يعني اعتبرت البيت لاين بفي دي دي على الاثنين؟ يعني ما اخليه فلوتنج وخلاص، هو كده انا بعمل اوفر رايتنج عليه يعني. ماشي، هو في ناس ساعات بتخليه بيبقى قيمته في دي دي، يعني مش شرط قيمه في دي دي على الاثنين، تمام. لكن هو ليه انت عايز تخليه بكده؟ لان في الاول والاخر مثلا انت بتديزاين ديفرنشال امبليفاير بتقول له مثلا الكومن مود بتاعك في دي دي على الاثنين، لو قل مثلا شويه بدلتا في او زاد بدلتا في ابدا مثلا الجيم بتاعه يبقى عالي، فيقدر يسحب لك واحده للفي دي واحده للجراوند، فتقدر تقرا بسرعه ان الكيو او الكيو بار بهاي او بلو مش اكتر يعني. تمام. هي حاجه طبعا معتمده على الدايره اللي بعديها، لو عملت في دي دي على الاثنين هتبقى السنس امبليفاير هيبقى الكومن مود بتاعه مختلف يعني انبوت كومن مود، ماشي. ده كده عملنا ريدنج، عايزين بقى نعمل رايتنج. حد بس عنده مشاكل في الريدنج؟ ماشي، تعالوا نشوف الرايتنج ايه اللي هيحصل دلوقتي. الرايتنج احنا عايزين نكتب على احنا عايزين نكتب مثلا عايزين نكتب على الكيو في دي دي وعايزين او هاي، وعايزين نكتب على الكيو بار زيرو، ماشي. فالمفروض منطقي ان احنا نخلي البيت لاين بفي دي دي ونخلي البيت لاين بار بزيرو،
تمام. فتعالوا نفترض كيس، يعني انا هفترض كيس ان احنا عندنا البيت لاين في دي دي. ليه؟ لان انا عايز اكتب الكيوب في دي دي والبيت لاين بار هتبقى بزيرو، بس نفس الوقت الاثنين دول محصلهم درايفنج، يعني مش فلوتنج. معنى صح لو عايز تاثر عليهم مش هيبقى بسهوله تاثر عليهم. ليه؟ لان هو هتلاقي حاجه بتعمل فايتنج معاك. وتعالوا نفترض ان انا كان في الاول عندي الكيو، يعني عندي الكيو في دي دي وعندي الكيو بار بزيرو. فلو جينا رسمنا الدايره فالكيو كانت بفي دي دي، فساعتها هلاقي ان الام 1 هو اللي اون والكيو بار كانت بزيرو، فهلاقي الام 4 هو اللي اون، وطبعا ال دبليو ال هتبقى بهاي، فمعايا ام 6 ومعايا ام 5. فمن الاخر هلاقي هنا الام 6 وام 4 وهنلاقي الام 5 والام 1 هم اللي شغالين. اتفقنا في الاول الكيس القديمه اللي هي البريفيوس كيس كان عندنا الكيو بفي دي دي، فدي هتبقى بفي دي دي والكيو بار هتبقى بزيرو. وفي نفس الوقت احنا اصلا عايزين البيت لاين تبقى يبقى عاملينه درايفنج بفي دي دي والبيت لاين بار عاملينه درايفنج بزيرو. فهتلاقوا ان في الاول والاخر مش هيحصل تغيير، يعني ليه؟ لان احنا لان هو اصلا جواها في دي دي وزيرو وانت عايز تكتب في دي دي وزيرو، فمش هتفرق خالص. هي المشكله هتبقى في ايه؟ المشكله هتيجي لما الكيو لو افترضنا مثلا ان الكيو القديمه كانت في دي دي والكيو بار بزيرو، واحنا عايزين نكتب على الكيو نخليها بزيرو، تمام. فتعالوا نفترض ان الكيو لسه زي ما هي بفي دي دي، فهنلاقي ان ام 1 اون والكيو بار بزيرو، فهنلاقي ان ام 4 هو اللي اون. بس في نفس الوقت البيت لاين دلوقتي بقت بزيرو والبيت لاين بار بقت بفي دي دي، بس في نفس الوقت هما الاثنين محصول لهم درايفنج مش فلوتنج. فايه اللي هيحصل؟ طالما دي محصولها درايفنج، احنا المفروض التارجت بتاعنا ان الكيو تبقى في الاخر بزيرو والكيو بار تبقى بفي دي دي. علشان نعمل الكونديشن ده تعالوا نمسك الحته اللي على اليمين دي الاول. دي مفروض عندنا ام 6 وام 4. احنا علشان نخلي النقطه اللي في النص اللي هي الكيو تنزل لزيرو، عايزين مين اللي يشحن اسرع او مين اللي يبقى الكارنت فيه اعلى، ام 6 ولا ام 4؟ انا عايز اشغل ام 6 كده بالظبط. فاحنا عايزين الام 6 يبقى درايفنج سترينث بتاعته اجمد من ام 4، فعشان كده لو ام 6 اكبر من ام 4 فالكيو ساعتها هتبقى بزيرو، تمام. وساعتها الكيو بار برضو هنا، وهنا برضو لو بصينا من ناحيه بالعكس، يعني احنا عايزين مين اللي يكسب؟ عايزين ام 5 هو اللي يكسب. فالام 5 لو اكبر من الام 1 ساعتها الكيو بار هتتكتب بفي دي دي. بس في نفس الوقت هما الاثنين اصلا ان موس، فانت عن طريق السايزنج هتقدر تتظبط بسهوله، يعني تمام. حد عنده مشكله في الحته دي؟ طب هو انا كده لو عندي، يعني لو العكس، يعني لو عندي الحاله العكس ان هو كيو كانت بزيرو والكيو بار بفي دي دي، وانا عايز برضو اعمل لهم درايفنج، يعني عايز اغير القيم بتاعتهم برضو، ماشي. ما انا كده خلاص مثبت ان ام 6 هيبقى اكبر وام احنا مش هنحتاج ام 6 وام 5 بقى، ساعتها احنا هنحتاج التانيين اللي هم عكسهم بالظبط. هتلاقي نفس السنه بالظبط. هتلاقي محتاجين البي موس، يعني قصدي هنا بدل ام 1 هنبقى محتاجين ام 2 اللي هو كان هنا، وهنلاقي نفسنا محتاجين ام 3 بدل ام 4. ايوه طيب. برضه كيس منهم بيحصل لها مفيش تشينج، وفي كيس بيحصل لازم يحصل لها تشينج نهائي، يعني اللي هتقلب من في دي دي لزيرو. فتعالوا نفترض فعلا زي ما انت قلت، خلينا نفترض ان كيو بزيرو والكيو بار بفي دي دي. لو احنا عايزين نخلي البي ال بار بزيرو والبي ال بفي دي دي، هل ده هيحصل هنا اختلاف؟ هل هنا هيبقى في اختلاف ولا مفيش؟ الكيو كانت بزيرو عايزين واحنا عايزين البيت لاين تبقى في دي دي، يعني معنى صح عايزين نخلي الكيو تبقى في دي دي، فهنا لازم يحصل اختلاف. بس هنلاقي في نفس الوقت ان لو الام 5 اكبر من ام 2 والام 6 اكبر من ام 3، فهنقدر فعلا نغير الكيو والكيو بار. تعال نفترض الكيس الثانيه زي ما احنا هنا كان في تو كيسز، لو البيت لاين هي بزيرو والبيت لاين بار بفي دي دي، فبمعنى صح احنا مش هتحتاج تغير اي حاجه، يعني هو كده كده اصلا الدنيا مظبوطه، تمام. حد عنده سؤال في ال 6 تي اس رام؟ حد عنده سؤال في ال 6 تي اس رام؟ مش انا. طب انتوا معايا صح؟ لا مش معايا اسمه حد. تعالوا بقى نشوف ال 3 تي دايناميك رام. من اسمها هي 3 ترانزستورز، فعندنا M1 و M2 و M3، وعشان هي رام راندوم اكسس ميموري، فاحنا بنقدر نعمل ريد ورايت. بس فرقها ايه عن الاس رام عامه؟ اولا ما بيبقى البيت لاين والبيت لاين مفيش بيت لاين بار، يعني مش ديفرنشال بيت لاينز.
وفي نفس الوقت هنا هيبقى عندنا اثنين اثنين وورد لاين، واحده منهم هنعمل رايت اللي هو دبليو دبليو ال، واحده منهم هنعمل منها ريدنج اللي هي ار دبليو ال. تمام. فزي ما انتم شايفين البيت لاين 1 دي بتبقى مستخدمه للرايتنج، والبيت لاين 2 دي بقى مستخدمه في الريدنج. وبالنسبه للسي اس لسه هنتكلم عليه بعدين في لما ندخل في ال1 تي دايناميك رام، بس السي اس ده بتبقى ممكن يبقى حاجه انترنسك، ممكن يبقى الجيت بتاع ام 2. ماشي. فاول حاجه عايزين نشوف الرايتنج. في حاله الرايتنج، في حاله الرايتنج هنخلي ال WWL بتبقى بهاي، فساعتها يبقى ام 1 اون. الام 1 ده ان موس ولا بي موس؟ ان موس. ان موس. تعالوا نفترض اللين. اول حاجه احنا عايزين البيت لاين 1 تبقى في دي دي، فالاكس هيحصل لها تشارجنج لغايه ما توصل ل في دي دي ماينس في ثريشولد. وليه هيحصل كده؟ لان الان موس ده ويك ويك يعني ويك 1، فمش هيوصل ل في دي دي على طول، هيبقى في دي دي ماينس في ثريشولد. ماشي. فدي اول كيس، فلو بيت لاين 1 ب في دي دي فالاكس ساعتها هتوصل ل في دي دي ماينس في ثريشولد. لو البيت لاين 1 ب 0 فساعتها الاكس هتوصل ل 0 عادي خالص، لان الان موس سترونج 0. ماشي. فاحنا عندنا فدي كده احنا كتبنا في الميموري، عايزين بقى نبدا نقرا منها. فطبعا لما نيجي نقرا منها هيبقى عندنا تو كيسز، ان مره الاكس تبقى في دي دي ماينس في ثريشولد ومره تبقى بجراوند. بس قبل لما نيجي نقرا لازم طبعا تبقى الورد لاين ريد وورد لاين تبقى بهاي، فساعتها هيبقى الام 3 اون. وساعتها هنوصل البي ال 2 تبقى في دي دي. لو حد خد باله احنا المره فاتت وصلناهم بفي دي دي على 2، وهنا هنوصلها بفي دي دي. زي ما قلت لكم هي اركتكتشرز مختلفه، في ناس بتوصل في دي دي على 2 يعني، بس اللي احنا هندرسه بس هي الفي دي دي. فالبيت لاين 2 هيوصل على البي دي دي. ماشي. دلوقتي عايزين نفترض ان الاكس بجراوند، يعني الاكس كانت في الاول بصفر، فطالما بصفر فالام 2 اوف، فطالما ام 2 اوف فبمعنى صح مفيش باث للكرنت ده هيمشي فيه، فهتفضل البيت لاين 2 زي ما هي بفي دي دي. فهنعرف ساعتها اللي احنا عاملين ستورنج الزيرو لو البيت لو ما حصلش تغيير في البيت لاين 2. تعالوا نفترض العكس، لو الاكس دي في دي دي ماينس في ثريشولد، فساعتها هتبقى الام 2 اون. ومفروض هنا احنا عندنا البيت لاين 2 في دي دي والام 3 اون، وعندنا ام 2 اون وبيبدا يسحب للجراوند. وزي ما قلت لكم لو احنا بنعمل ريدنج فمفروض البيت لاين بتبقى فلوتنج مش درايفنج يعني. فساعتها هنلاقي البيت لاين 2 ابتدت تقل عن الفي دي دي، حصل لها ديستشارجنج يعني، فهنعرف لو هي تغيرت معنى كده ان حصل لها عملنا ستورنج لل1. تمام. حد عنده سؤال في ال 3 تي دايناميك رام؟ حد عنده سؤال؟ هو هنا مش بيعتمد على قيمه البيت لاين لما باجي اعمل ريد، هو بيعتمد هي بتتغير ولا ما بتتغيرش. بالظبط. لو بتتغير يبقى هيعرف، لو بتتغير يبقى ساعتها يبقى انت مخزن واحد، لو مش بتتغير يبقى انت مخزن زيرو. تمام. وبيقرا وبيكتب من بيت لاينز مختلفه. بس هو هنا برضو يعني بيخزن 1 بيت او بيقرا 1 بيت؟ هنا كله 1 بيت يعني. يعني معنى صح لو احنا عندنا وورد 8 بيتس فيبقى عندنا 8 من السيل دي. لك بقى انت تتخيل الحجم بتاعها يبقى عامل ازاي، يعني حجم الميموري كعدد الترانزستورز بيبقى كبير جدا. تمام. ماشي. ال 1 تي دايناميك رام ده ترانزستور دايناميك رام. هنا في ال 3 تي كان السي اس ممكن نستخدمه هو الانترنسيك كابس او البارازيتيك كابس بتاعت الجيتس بتاعت ام 2، بس هنا ما ينفعش، هنا لازم يبقى نوع خاص من الكابس يعني. حتى الناس بتلجا لتكنولوجيز ثانيه غير السي موس، بتروح لتكنولوجيز تبقى الكابس فيها كويسه يعني، او بتستخدم ترنش كابس، بس ايا كان ده مش موضوعنا يعني. المهم هو بس 1 ترانزستور، عشان كده اسمها 1 تي دايناميك رام. طبعا طالما ما فيش الا 1 ترانزستور فالبيت لاين هي اللي هتعمل ريد ورايت، والورد لاين هي اللي هتعمل ريد ورايت. فتعالوا تعالوا نشوف الاول لو احنا هنعمل ريدنج. لو هنعمل ريدنج اول حاجه هنقوم موصلين البيت لاين للفي دي دي على 2، وساعتها هيبقى الدبليو ال هتبقى باي، فالام 1 هيبقى 1. عايزين نفترض تو كيس، عايزين نفترض ان الاكس بزيرو، احنا دلوقتي هنعمل ريدنج فالمفروض عندنا الاكس ليها كونتين المفروض تبقى بزيرو او بفي دي دي على ماينس في ثريشولد. فلو افترضنا انها بزيرو فبقى عندنا على الاكس زيرو، وعندنا على البيت لاين هنا بفي دي دي على الاثنين، وزي ما اتفقنا هي هتبقى فلوتنج، فساعتها هيبدا يحصل شارج تشيرنج، والفي دي دي على الاثنين هتبدا تخسر في التشارج شويه. فساعتها هنعرف طالما هي حصل ديستشارجنج او ديكريزنج للفولتج اللي كان على البي ال، فساعتها هنعرف ان احنا كنا مخزنين زيرو.
تمام. فساعتها السنس امبليفاير هيتاكد يعني اللي حصل فعلا ديكريزنج، وهيبدا ان هو يفورس اكس للجراوند على طول. ليه؟ لان اللي حصل اصلا ان الاكس كانت في الاول بزيرو، فانت بتعمل ريدنج، فلو غيرت الفاليو اللي عليها ده مش حاجه صح، فلازم نرجع نعملها درايفنج مره تانية تبقى بصفر. لان لو حد خد باله وشارج التشيرنج بيحصل الفي دي دي بتبدا تقل والاكس بتبدا تزيد. احنا لما البي ال قلت عرفنا فعلا ان هو كنا مخزنين زيرو، فلما نستنتج ان هو فعلا كنا مخزنين زيرو فعلى طول هنقوم مرجعين الاكس تاني لزيرو. ليه؟ لان الاكس مفروض بسبب ان كان في تشارجز على الفي دي دي اوفر 2، فدي زودت قيمه الفاليو اللي كان على الاكس، فلازم نعمل لها فورسنج تاني انها ترجع للجراوند، علشان كده بنحتاج ريفرش. حد مش فاهم الحته دي؟ مش ممكن تاني بس يا باشمهندس؟ ماشي. انا الكيس الاولانيه احنا هنعمل ريدنج، فهنعمل بيتا اللي هنعملها درايفنج لفي دي دي على 2، بعد كده هنسيبها فلوتنج فهتوصل لفي دي دي على 2، بعد كده نقوم الدبليو ال فاتحينها هنبقى بهاي، فساعتها يبقى الام 1 بون. دلوقتي عندنا تو كيسز واحنا بنعمل ريدنج، يا اما الاكس تبقى بصفر يا اما تبقى في دي دي ماينس في ثريشولد. فتعال نفترض لو هي بصفر، فكاننا عندنا ان موس هنا الفاليو اللي عليه بصفر وهنا الفاليو اللي عليه في دي دي اوفر 2، فايه اللي هيبدا يحصل؟ الفي دي دي على 2 هتهدس تشارج على الصفر بالظبط، او مش هتوصل للصفر قوي يعني، بمعنى صح الفي دي دي هتبدا تقل. لا اصل انا هتعمل تشارج شيرنج مع الصفر اللي هو الاكس. تمام ماشي، انا افتكرت هيحصل لها تشارجنج للصفر. ماشي، فالفي دي دي اوفر 2 هتبدا تقل والفي اكس هيبدا يحصل لها ايه؟ هتزيد شويه المفروض، تبدا تزيد شويه بالظبط. فاحنا اول ما نلاقي ان البيت لاين حصل له تشارجنج عن الفي دي دي على 2 بالسنس امبليفاير، على طول هنستنتج ان احنا كنا مخزنين زيرو. بس في نفس الوقت انت الاكس زودت شويه الفولت اللي عليها، فعلشان نرجعه تاني بصفر فهنروح نعمل له ريفرش فنرجعه تاني لصفر. تمام، بعمل له ريفرشنج بايه بقى؟ اللي هو السي اس ده. ما هو لو هو انت بتعمل بالسنس امبليفاير استنتجت اللي هو بزيرو، ممكن بقى لو عايزين نعمله ريفرش ساعتها كاننا بنكتب عليه بقى ساعتها زيرو يعني. اوكي تمام. بس هي ده عيب مثلا 1 تي دايناميك رام، بس قصادها مثلا لو خدتوا بالكم عارف يقلل السيل سايز بالتلت يعني، فالميموري سايزنج بتاعها قلل التلت، فممكن نخزن 3 اضعاف الميموري لو بنتكلم على سيم سايز للميموري. تمام، حد عنده مشاكل لو الاكس في زيرو؟ لسه ما اتكلمناش لو الاكس في دي دي ماينس في ثريشولد. حد عنده مشاكل؟ ماشي، تعالوا نفترض الكيس الثانيه لو الاكس في دي دي ماينس في ثريشولد، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل برضو نفس الكلام، شارج تشيرنج. هيحصل المفروض عندنا البيت لاين في دي دي على 2 وهنا في دي دي ماينس في ثريشولد، المفروض الفي دي دي ماينس في ثريشولد هي هتبقى اكبر من الفي دي دي على 2، فساعتها البيت لاين كفولتج هيزيد والاكس هتقل بسبب الشارج تشيرنج، فساعتها هنقدر نستنتج اللي احنا مخزنين 1. فالسنس امبليفاير على طول هيكبر اللي حصل الفرق ما بينهم، وفي نفس الوقت الدرايفر ساعتها هيعمل فورسنج للاكس انها ترجع تبقى هاي اللي هي في الاول والاخر في دي دي ماينس في ثريشولد يعني، فكانه عمل لنا ريفريشنج برضو. تمام، حد عنده مشاكل اللي هنا؟ لا تمام يا باشمهندس. ماشي، اخر حاجه بقى دلوقتي عملنا ريدنج، عايزين نشوف لو رايتنج ايه اللي هيحصل. فلو رايتنج عايزين نكتب مره بزيرو ومره بهاي، فهنفترض ان البي ال البيت لاين يعني بفي دي دي، وساعتها الدبليو ال هتبقى بهاي، فالام 1 هيبقى اون، فالاكس ساعتها هتشحن لفي دي دي ماينس في ثريشولد وماينس في ثريشولد. وليه ده هيحصل؟ بسبب ان الان موس ده ويك 1. تمام، لو البيت لاين بزيرو دلوقتي فاحنا عايزين نكتب زيرو يعني، فبرضه هنفتح الدبليو ال هيبقى بهاي، فالام 1 هيبقى اون، فساعتها الاكس هتبقى بجراوند. وليه ده هيحصل؟ بسبب ان موز ده سترونج زيرو. وفي نفس الوقت طبعا ما تنسوش ساعه الرايتنج البيت لاين دي بتبقى درايفر مش فلوتنج يعني. بس الديس ادفانتجز اللي هنا ان احنا عايزين ريفريشنج كل شويه يعني، لازم الاكس دي نعمل لها ريفريشنج زي ما انتوا خدتوا بالكم في بالذات في الريدنج يعني. تمام، لان ليه بيحصل كده؟ لان التشارج بيحصل لها لوس واحنا على الكاب يعني، بسبب الديسشارج بتاعه الكاب، لان طبعا الكاب ده مش ما بيبقاش ايديال، بيبقى ري ريزيستنس، فبيبدا يحصل ديسشارجنج يعني. تمام، حد عنده سؤال؟
ماشي، انا هعدل الثلاث حاجات اللي انا قلت لكم عليها، وهبعت وهرفع الفايل تاني على الدرايف، ولما ارفعه اقول لكم على الجروب يعني. بعد كده بقى ان شاء الله. اوكي خلاص، ده كان اخر سيكشن. فلو حد بقى عايز اي سؤال ممكن يبعت لي على مايكروسوفت تيمز، او ممكن يكتب في الشيت اللي احنا كنا عاملينه ساعه الميد تيرم يعني. انا بتابع الاثنين. خلاص تمام يا باشمهندس، شكرا يا باشمهندس. باشمهندس معلش، كان في المحاضرة الدكتور كان قال ما بين البارل شيفتر واللوغاريتميك شيفتر، احنا عارفين ان البارل المفروض زي ما حضرتك قلت يعني الترانزستورز فيه اعلى، فمعنى كده ان طالما الترانزستورز اعلى يبقى الباور كونسومشن هتبقى اعلى صح؟ لا يعني، يعني ايه ترانزستورز اعلى؟ قصدك عددهم؟ عددهم يعني معلش. ماشي، هو بص، هو الباور في الاول والاخر هي سي في دي دي سكويرد في الفريكونسي صح؟ لو افترضنا ان هم شغالين على نفس الفريكونسي ونفس الفي دي دي، فانت المفروض تحسب الكابس، فاللي فيه كابس اعلى المفروض هيطلع باور اعلى. هو الدكتور قال كده ليه؟ لان احنا لو انت قلت البارل هيبقى الباور بتاعته اعلى صح؟ لا انا بسال حضرتك. هو اللي ان انت الباور هنا انت موصل اي خط منهم انت متوصل على 4 ترانزستورز، فالكابس فيها تلاقيها عاليه جدا يعني. تمام. يعني لو هم 8 بيتس فانت موصل اكشلي 8 سي دي 8 سي دي يعني. بس المفروض سؤال الباور دايما بيبقى مرتبط بالكابس، لو افترضنا ان احنا مثبتين يعني السبلاي والفريكوانسي، ساعتها يبقى معتمد على الكابس. تمام شكرا. حد عنده سؤال قبل ما نخلص سيكشن؟ هو الدكتور برضو كان بيقول في المحاضرة في حتة الشيفترز عامة ان احنا بنعملوش بترانزستور واحد، يعني بنحط فوقيه، يعني قالها كده اللي هو بيحط فوقيه بي موس مثلا، اللي هي هتبقى ترانسميشن جيت مش بس ترانزستور بس. يعني دي جميل. بتبقى ازاي؟ كل اللي هتعمله هيبقى مثلا عندك بالنسبة يعني، لو الرسمة اللي احنا واقفين عليها اللي هي البارل شيفتر ده، هيبقى مثلا عندك شيفت 1 هيبقى فيه فوقيه نفس الكلام بي موس بس شيفت 1 بار الكنترول بتاعه يعني مش اكتر. فبدل بس ترانزستور قلبناه يبقى ترانسميشن جيت. وده ليه حصل؟ لو احنا مثلا لو افترضت، تعالى بس نرجع هنا للميموري، يعني هو ده طبعا ما بيحصلش في الميموري، بس لو احنا عايزين الاكس دي ما تبقاش في دي دي ماينس في ثريشولد ممكن نعمل ايه؟ هو الـ PTL عشان يعني يبقى في بي موس بيدرايفه للـ VDD كله، وفي ان موس بيدرايفه للزيرو كله، على حسب هو انا بواص ايه يعني. بالظبط، فكاننا شغالين ترانسميشن جيت، فكان هيبقى هنا معانا بي موس وهيبقى الكنترول بتاعه يبقى البار بتاع الـ WWL مش اكتر يعني. فالدكتور يقصد كده مش اكتر. تمام شكرا يا باشمهندس. حد عنده سؤال قبل ما نخلص سيكشن؟ مش عمون، ربنا ان شاء الله معاكم في الامتحانات، واحنا الامتحان المفروض هيبقى اخر امتحان صح بتاع الماده يعني. اخر امتحان كويس، هيبقى قدامه غالبا اسبوع لو انا فاكر صح زي ما ماجد قال لي، ان شاء الله يعني هتبقى فتره كويسه. فلو زي ما قلت لكم، لو حد عنده اي سؤال ممكن يبعت لي على تيمز، ولو او يكتب في الشيت اللي احنا كنا عاملينه ساعه الميد ترم يعني. بس ماشي، يلا ربنا معاكم ان شاء الله في الامتحانات ويوفقكم ان شاء الله. شكرا يا باشمهندس.